عبر صوت بيروت انترناشونال اس بي اي بي سي اي مساء الخير منذ زمن والعالم يخاطب لبنان بلغه واحده مختصرها الاصلاح ومحاربه الفساد ولكن وبدل ان يفك القابضون على رئه الحكومه اسرى مجلس الوزراء ارتاوا ان يبقى البلد رهينه وهم الاخبر في عالم الارتهان والرهائن أليس الأجدى أن يستعيد مجلس الوزراء عمله عله ينجز خطته المنتظره من صندوق النقد ليعيد البلد الى سكه النهوض ام اننا نركن لكلام يحذرنا من ان نهوض لبنان لا يبدا من صندوق النقد وشفقه الغرب والايام شواهد. السؤال الابرز موجه الى رئيس الحكومه، الم تقل يا دوله الرئيس ميقاتي بعد تاليف الحكومه لا مكان للتعطيل وياللي بده يعطل يطلع لبرا ام ان هذا الوعيد لا ينطبق الا على فريق محدد. انتم يا دوله الرئيس ويا فخامه الرئيس تعلمون من يعطل وتعلمون ان لا سلطه للحكومه على القضاء ولا صلاحيه لها للتدخل في قراراته وبالتالي فان ربط عمل الحكومه بقرارات قضائيه منتظره على قياس طالبيها لم تاتي على الرغم من الضغوط ولن تاتي مهما عظمت الضغوط وبالتالي كيف لكما أن تقفا متفرجين عاجزين خاضعين بعد خمسين يوما من التعطيل وأكثر إلى متى؟ وهل أوضح من هذا الدليل على أن ثنائي التعطيل يخطف البلد وقراره؟ الخطف لا يقف عند هذا الحد فقانون الكابيتال كنترول الذي يدرسه مجلس النواب الأسبوع الطالع عينه على ما بقي من أموال الناس في المصارف والسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اعدمت المواطن بشكل عام والمودع بشكل خاص لم تكفي المنظومه المتحكمه التي تريد منح المصارف حق دفع ودائع الدولار بالليره اللبنانيه على سعر منصه صيرفه فيفقد الناس اخر امل واي امل في استرجاع حقهم المدفون في مقابر البونزي سكيب الا اذا بعدكم مصدقين أن الليره عن جد بخير ثم كم سيبلغ حجم الكتله النقديه في هذه الحال وهل سيجرؤ مواطن على الاحتفاظ بليرة واحدة في جيبه؟ كم سيبلغ التضخم وإلى أين سيصل سعر الدولار؟ لذلك نقول إن أي نائب يوقع على قرار يجعل المودع يدفع مرة ثانية وثالثة وعاشرة يكون مجرما في حق شعبه مكانه لائحة العار وموقعه مزابل التاريخ ونحن لم ننس بعد كلام كثير من القيادات التي تحدثت عن أن الودائع مقدسة وأن صغار المودعين لن يمسوا المودع مش مسؤول لا عن سرقات السياسيين ولا عن تهريب الأموال المسؤول هو الحكومات ومجالس النواب والمصرف المركزي والمصارف للمرة الألف في حلقة الليلة نستقبل في القسم الأول رئيس حزب الحوار النائب فؤاد بخزومي على أن ينضم إلينا في القسم الثاني للحديث عن موضوع كورونا الدكتور عيد عزار والدكتورة تانيا لطفي للتباحث في موضوع كورونا مستجدات المتحورات مساء الخير استاذ فؤاد النور يمكن من المستحسن ببدايه الحلقه انك تتقدم باعتذار من الرئيس مئاتي من بعد اللي قلت له من دار الفتوى بما يتعلق بزياره مكه او الفاتيكان زبطت معه شو اللي زبط معه شو اللي زبط معه يعني فتحنا قوه <applause> بجدار كان, كان مسكر مزبوط سيد الكريم خلينا خلينا نبلش بالواقع يعني الواقع ما في اعتذار؟ اول شيء ما في اعتذار لانه لا هالحكومه كلياتها انا بالنسبه لي, لي مني مقتنع لانه هن لازم يعتذروا من الشعب اللبناني. نهار الثلاثاء يستدعى السفير اللبناني بالرياض وبينقال له انه التصريح وزير الاعلام مرفوض. أوف. لو رجع رئيس الوزارة إجا هو ودارك الموضوع وخلى الوزير يطلب منه الاستقالة ما كان طلب من السفير اللبناني يترك البلد ولا استدعى السفير السعودي تا يرجع على البلد على السعوديه فيني نقطه مهمه نهار التلاتة. نهار التلاتة. يعني عم بتقول قبل ما يستقيل الوزير ارداحي؟ لا لا عم بحكي هذا من 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 لما لما طلع من حوالي شهر شهر وشوي اه اوكي اوكي هلا يلي صارت فيها نحن كانت رده فعلنا بهالحكومه انه بالاخر خلي الامور الوقت حلل المشاكل مثل العادي على الطريقه السوريه ما بتعرف نحن المسؤولين عنا كلياتهم تربيه السوريين يعني الوقت حلل المشاكل انت اليوم لما برج نهار الاربعاء يبلغ سفيرنا انه معك 48 ساعه تترك اوكي ولما نحن بمجلس النواب كنا قاعدين وبالاخر بخبرنا الرئيس مياتي انه هو مستعجل لانه بده يسافر اوكي سؤالي انا اين هي رجال الدوله رجال الدوله بحاله أو أسوأ حالة دبلوماسية مشكلة دبلوماسية صرنا كنت بتوقع أنه يدعي لاجتماع مجلس وزراء ويجرب يحلها بالتي هي أحسن ما بيجوا ما بيجوا طرف شيعي ما بيجي ما بتنعيد هيدا نحن بدي أسألك سؤال نحن ياما في وزراء بيكونوا مسافرين بمش مجلس وزراء عندك ال 24 مم. ما هيك ما يجوا أو على مهلهم يخلوا ياخذوا وقتهم ما يرجوا اليوم شو في شيء اهم من من علاقه بيننا وبين الخليج 480 الف لبناني عم يشتغلوا هنيك لنا مليارات الدولارات سنويا بلا قيد ولا شرط وكلياته يتقول... قل لي بعدين شو شو الغلط اللي عملته المملكه العربيه السعوديه مع لبنان؟ طيب وصل بس خليك لا تحصل شو شو صار فيها؟ اليوم انت لما بتصير انك تجي انت بتقول انا بدي ارهن هذا البلد، هذا ثبت نجيب المئاتي انه هو بالاخر بياخد تعليماته من الثنائي الشيعي وبالذات حزب الله وهذه حكومه حزب الله وهيدي هي المشكل يلي اعلنوا بالبيان وزاره الخارجيه السعوديه بعد لقاء الرئيس ماكرون مع سمو ولي العهد لكن اليوم ما في شيء جديد هيدي خريطه الطريق هذا دفتر شروط كانت حاطته السعوديه للبنان بس هيدا هو بس هو بالنتيجه دفتر شروطنا نحن اللبنانيه نحن مشكلتنا مع حزب الله مش انه مشكلته هو مع السعودي مشكلتنا مع حزب الله انه هو اخذ البلد وخاطف الولد واخذنا على محلنا نحن ما بنروح طيب خطوه خطوه لما عم بتقول لرئيس الحكومة رئيس الحكومة اللبنانية عم بتقول له ادعي لمجلس وزراء حتى لو ما حضروا الوزراء الشيعة رديتنا للأزمة تبع 2006 لخي روح يقدم استقالته إذا هو ما قادر رئيس دولة بأسوأ حالة دبلوماسية مرأنا فيها نحن من, من الاستقلال تبعنا لليوم نرفض نرفض عنا الوضع الاقتصادي وصلنا ل وعشرين ألف ما في دواء الاولاد عم تموت على بالمدارس لما بالاخر مسنيننا ما عم بيقدروا ياخذوا حكيم يفوتوا عليه ما في شغل ما في مزود ما في بنزين وبعدك تيجي بتقول لي انا عطلين هم الثنائي الشيعي اذا بيجي بيحضر الاجتماع ولا لا اهميه تفوت البلد بمشكل طائفي أي... اذا انسحب ط... اذا انسحبت الطائفه الشيعيه من الحكومه فرق البلد ليه هي بلد... شفناها بال 2006 لو وصلتنا على 2008 بال 2006 لأن فؤاد السنيوره كفى بالاخر ومجتمع وعم يعمل اجتماعات مجلس وزراء بعدنا لليوم عم ندفع نتائج الحكومه وال11 مليار وانت بتعرف اكثر تس مني السرقه شيء وامور البلد شيء ثاني، اليوم في انه ال11 مليار اختلفوا عار عظيم، بس امور الدوله في شغلات يوميه لازم نتعاطى فيها، رجال الدوله ما بيهرب بالاخر وبيركب الطياره وبيهرب بالاخر بيعمل برماته على كل العالم، عندنا مشكله، الوضع الاقتصادي بالارض، الوضع المعيشي بالارض، الوضع السياسي بالارض بالاخر ما بد ما ب... ما ما بج... بيجمع مجلس او الوزراء او بحاول انه اجمعهم لو بالشكل لا هذا الكلام مرفوض ثاني شيء انت عم بتقول لرئيس الحكومه يا رئيس الحكومه ادعي الحكومه الى الانعقاد واللي بده يغيب يغيب اللي بده يغيب يغيب واذا كان تمنها انه بهو اليوم حكومه تصريف اعمال على الحالتين على نعم. شو خايفين على شو خايفين ما دام لحديت إننا اليوم 50 يوم ما عم يقدروا يعملوا شيء اوكي طب سؤالي لك على شو بعده بالاخر متمسكين بالشكليات رئيس حكومي ولا رئيس حكومه تصريف اعمال ولا رئيس حكومه مستقله او بالمعترفين اليوم انا لما بيجي بشوف وزير بيكون باجتماع مجلس اخر اجتماع مجلس وزراء بيقول اذا ما بتشيلوا البيطار وبتلاقوا له حل نحن بالنسبه لنا مش رح نحضر مجلس الوزراء طب اين هو فصل السلطات وشو هو الموقف اللي اخده رئيس مجلس الوزراء لما سمع انه في شخص من حزب الله فات وهدد القضاه بالعدليه سؤالي ما شفنا منه شيء هيدا عملية الحزن والبكي وإنه بالآخر أنا محزون وإنه بالآخر أنا مجروح شو, شو كنت بتعمل فؤاد مخزومة بهيك وضع مع شخص مثل وفيق صفا بحجم وفيق صفا بالبلد بطلوع التحية على تعمل... التحية مش شغلة خي... رئيس حكومة شغلة خي... قضاء ودعاء التمييز ولكن لحظة 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 لحظة, لكن... لحظة 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 خلي أنا اليوم بدي أسأل شو شفنا موقف واحد من نجمياتي بهالمواضيع ولا موقف اليوم في شغله اذا بدك بتكت... نحن بدنا نعترف يعني بهالكلام يلي عم يسمعه استاذ ماريو اليوم، انت عم تقول لي لكن هناك اعتراف من الشعب اللبناني انه حزب الله فوق القانون، انه اي شخص بالاخر حامل بطاقه حزب الله هو فوق القانون ونحن كلياتنا فيها، اذا هيدا الكلام لكن دوله فرطت، على شو بعدنا عم نتحاور نحن اليوم؟ يا لا مش شو عمل رئيس حكومه هو عمل رئيس حكومه بس حتى يقول انا رئيس حكومه لبنان ما عدا حزب الله ما هو مشكله الاذى مشكلتنا نحن بلبنان هو حزب الله مش حدا تاني اذا هو رئيس الوزاره بده عم يعلن سلف انه انا موظف عند حزب الله واخذ تعليمات حزب الله وانا اتجرا انه اسحب حدا على التحقيق لقبلنا بالنتيجه شو عم تقول لي انا كمواطن لبناني شو عم تقول لي شو مواطن ما لك محل بالبلد ليش عم تحمل رئيس الحكومه ما بتسال المدعي العام التمييزي والقضاء وينك من هيك حادثه مدعي عام التمييزي سني معلش مين معينه رئيس وزارة السلطه بايديه معلش ما بلد البلد طائف في مذهبه إيه؟ ما بتاخذ تليفون بتقول له بالاخر لقي إيه لك موقف بعدين سئل الرئيس بيطار اوكي على انه وصل له تهديد وقال له قال له نعم قال له هل سالوا مدعي العام قال له حط على ورا حط على ورا شو سمعنا موقف من مدعي العام التمييزي انا عم بسالك ماشي خي انا كنايب عم بقول لك ماشي انا اليوم ما فيك تيجي تقول لي انا كمواطن لبناني قبل ما اكون نايم انه رئيس الوزراء بيقول لك انا ما في اعمل شيء مع حزب الله لكن انت عم تثبت المقوله وهذا هو الموقف السعودي الواضح يلي طلع بالبيان بوزاره الخارجيه انه انتم بلد محكومين مخطوفين من حزب الله اصحوا جربوا اعملوا بلد بنو اصلاحات ما تخلوا السعوديه الحزب الله يصفي هو بالاخر القوه الموجوده بالبلد عسكريه يعني اصطدموا فيه ح... يعني اصطدموا فيه لحظه لحظه، اذا اليوم بدي اسالك سؤال ما حزب الله على تراجع؟ حزب الله على ضعف؟ معلش هلا اليوم حزب الله استعمل سلاحه ضدنا بال 2008 ببيروت حزب الله ب 14 اكتوبر 2021 استعمل سلاحه بعين الرمانه حزب الله بالنتيجه قال الوزير قرداحي خط احمر وفي سياده وفي عمليه كرامه وما بعرف شو الموضوع، شو صار ما صار بالاخر فجاه اتفهم انه بالاخر في يتنازل عن كرامه لبنان، في يتنازل عن كرامه الاشخاص، اليوم بدي اسالك سؤال لما كان عم نشوف موقف انه كرامه الوزير قرداحي اهم من كرامه ال 480 الف لبناني اللي عايشين برا، اهم من كرامه 5 مليون ما عندهم دواء، ما عندهم كهرباء، ما عندهم بنزين، هول ما لهم كرامه؟ بس الكرامة بس نوقف شو صار لأنه الاتفاق الفرنسي الإيراني قرروا بالآخر يقول لحزب الله مرق لنا إياها المرة هاي هي هيك بالمباشر طبعا بالمباشر عم بحكيك إياها شو ما في أكتر من هيك عندك دليل على الاتفاق الفرنسي الإيراني اللي طلب من حزب الله أنه مشي لنا إياها هي حزب الله طلع سمعت السيد وقال بكل صراحة قال أول شيء أنه نحن هذا خط أحمر في قصة السيادة ولا نرضى بالتنازل إرداحي بيقول بمؤتمر الصحفي أنه نحن خبرني رئيس الوزارة أنه طلبوا منه الفرنسيين أنه فيها طب ما هو كيف ركبت الحكومة؟ ركبة الحكومة توافق إيراني فرنسي واليوم لما ليه عم يركض الرئيس ماكرون ويجرب يلاقي حلول للنجيم ميقاتي؟ السؤال أنا حابب أسأله من عندكم على المنبر يا دولة الرئيس نجيم ميقاتي شو وعد أنت الفرنسيين بعقود؟ حتى بالاخر دعموك تتعمل رئيس وزارة شو وعدهم بالنسبة للبور شو وعدهم بشركة الكهرباء اللي انت ناوي تعملها مثل ما عملت شركات السلور واخدتها شو عاملهم على كل هالمشاريع لا انا بدي اسأل السؤال لانه انا مني شايف انت اليوم انت عم تسأل سؤال بتعرف جوابه انا بدي اسألك ايه, ايه شو وعدهم وعدهم ايه بيجي مجموعة على اساس انه المان بده يعمروا على, على على البور اوكي بلاقي بالاخر عرض انه الفرنسويين كل السب كونتراكتورز المقاولين بالباطن كله فرنسيين مم. اوكي هذا واحد الكهرباء عم نسمع اوكي انه هو ضمن هال انت هلا منظومه الكابيتال كنترول اللي رح نحكي بعد شوي اكبر كذبه واكبر جريمه بحق المواطنين ده. وانا بالنسبه لي هيدي اذا بده يتمرق هالقانون نهار الثلاثاء بمجلس النواب بدها تكون جلسه عار مثل ما انت قلت ما بكفي انت نايب عندك عندك ناخبين، انا صحافي درويش، هذا حجمي هون، أه انت لازم أه اذا بدك تاخذ قرار انت والنواب بدكم تعملوا شيء اكثر من الاعتراض والانسحاب لا لا ما مش, مش اعتراض وانسحاب، انا مقدم مشاريع تعديلات على هالقانون يلي كنا طرحينه نحن مجلس نواب، مش القرار يلي هو حولنا اياه مجلس الرئيس اذا بده أه ينعرض إيه اذا بده ينعرض نهار ثلاثه شو بدكم تعملوا؟ لا, لا انا بالنسبه لي اذا انعرض إيه بهالشكل فيها رح نطلع بالاخر ونعمل نوقف مع العالم ضد هالمشروع لانه اليوم في عمليه سرقه في عملية نهب وصلوا لهذا الموضوع بس بدي تكفي بمواضيع الـ الـ الوعود, الوعود الوعود النقطية لفرنسا على زمتك اليوم نحن بالنسبة لنا مثل ما صار موضوع السلولر لما جابوا فرانس تيليكوم اوكي بتتذكر وعملوا وقتها شركة الخليوي نعم لن دفع فرانك للحكومه اللبنانيه مقابل هالحصريه الكامله لمشروع سلولر وكل اللي صار فيها انقبض منك ومني ومن كل واحد لبناني 500 دولار انسرقت المصريات ان المصريات بمصرياتنا شركه الخليوي وفوق هيك راحوا هن عملوا كل ارباحهم بمليارات الدولارات اليوم عم نسمع انه في مشروع ثاني طرحوا المئات مشروع كهرباء شو هو عم يقول مشروع الكهرباء انه اليوم نحن عايزين 2500 ميجا نعم. تقريبا بتكلف مليارين ونص لكن خلينا نعمل شركة من 30 من 30 شخص، 3% تقريبا لكل واحد، نعملها هالشركة، نحن بنعمل الكهرباء وبنبيعها للدولة، يعني أنت رح تاخذ الحصرية تبعت الكهرباء بلا ما تدفع للدولة شيء وبتشرب تسلم الكهرباء للدولة. سألت السؤال، وكيف التحصيل؟ قال هي مشكلة الدولة، ما نحن مشكلتنا اليوم شغلتين، العمولات والسرقة والنهب وعملية الدعم تبع تبع الفيول تبع تبع الكهرباء، وفوق هيك التحصيل. لكن اليوم عم يجرب المئات هو الفرنسيين جي اي انه يعملوا شركه الكهرباء الموجوده فيها موضوع الاتصالات نحن بال2011 لما سلم المئات القمصان السود حكومه حزب الله بال2011 كانت قيمه شركات السلولار 11 مليار دولار اليوم تشتريها بمليار دولار بس عندك الحصريه الكامله يلي عندك اكسكلوسيفيتي وعندك بالاخر با احتكار طيب. ما نحن لسوء الحظ مين ماسك هالبلد ومين مسيطر على الدوله ميليشيا ومحتكرين عندنا مافيات محتكرين البلد وانا اللي شايفه هو ماشي بهالموضوع لكن انا يلي شايفه اليوم لا بدي شوف تمام عم بيسالوا المئات من عنده مم. قلنا شو وعدهم لانه انا عندي شعور رح نشوف الامور عم تتكرر وحسن ما فهمت انه توتال طالبه بعقدين زياده بالعمليه الحفر تنقيب طبعا طيب اذا سمحنا الوقت برجع لهيدي النقاط بس آه عم بتقول انه الرئيس ميقاتي ركب الطياره وراح على الفاتيكان بس من بعد ما راح على الفاتيكا اجى الرئيس ماكرون والتقى البابا وقصد السعوديه وفي مكان ما صار في اتصال ثلاثي وكانه فتح الطريق الى بدايه نقاش لبناني سعودي من بعد ما الدنيا كانت مسكره، ليه بدنا ننكر هالشيء؟ استاذ ماريو خلينا نطلع على الشكل والمضمون يلي اخدوا النجيب وقال انه صار في هالاتصال واللي هو واقع نعم بس شفنا بيان بوزاره الخارجيه السعوديه حاطت كل الشروط اللي رفض نجيب يعترف انه سمعها ورفض حنا نجيب يقول لهم لحلفائه يعني حزب الله والثنائي الشيعي انه بدكم طبقوها شو عم يقول البيان الخارجيه السعودي؟ مم. عم يقول تطبيق ال 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 القوانين الدوليه صحيح 1559 1680 1701 شو ثلاثتهم بيقول؟ ممنوع يكون هناك سلاح غير شرعي خارج منظمه الدوله ليش أمتى الرئيس مئاتي رفضهم هودي؟ بس مش قادر يطبقهم لا، مش رئيس بيأتي، لا مش رييس بيعطي لا رييس بيعطي ولا أنت ولا أحد أستاذ ماريو في هذا الكلام أحكي أنا وياك فيه كمواطنين نعم. هو رئيس السلطة التنفيذية هو يلي قال بداية بداية يلي بدو يعطل الله معه نعم. شفنا هو هيئته اللي, اللي عم يعطل عم بقول له انت الله معك اوكي وبالاخر شي مين مين عم يعطل من يدعو لاجتماع مجلس وزراء رئيس الحكومه رئيس الحكومه طيب م. اذا انت ما عم تدعي كيف بنعرف نحن هو اللي كان فعليا اللي هو بعمليه التعطيل اللي نحن موجودين فيها مشان هيك عم بتحملوا مسؤوليه التعطيل صح لانه ما عم يدعي لجلسه 100% يعني ما عم بجي لك اياها، نعم 100% هو المسؤول الاول، هو رئيس الوزاره، معلش نهار يلي عم نشوف اجتماعات يدعون فيها انه صار اجتماعات مع الاي واجتماعات مع البنك الدولي وكله طيب وين هن الاجتماعات بعدين مين هن اللي عم يجتمعوا ثاني شيء هيدا يا سيد الكريم رحنا على مجلس على اللجان المشتركه وبيقولوا لنا هيدا هو مشروع الكابتن كنترول سؤالي لك لا حدا ماضي لا حدا متبناه ثاني شيء الدستورنا واضح تحول مشاريع القوانين يا اما من مشروع من مجلس الوزراء ويمضوه ويحولوا لنا اياه يا من النواب طب هذا كيف تنزل الباراشوت علينا وبالاخر القانون مرفوض لانه كلياته انت عم تعمل من فيه ما من مين لا ما لقينا اجى الفرز من جاي الحكومه الفرز فات قال في عنا هالمشروع ما حدا منا شايفه لا باللجان لا شايفينه قبل المحال وسمعنا فيه بالاعلام نهار التنين رحنا رحنا على الثلاثه للجلسه بس انا فيه. بعرف انه هذا من الرئيس سعادي الشامي ولا انا مغلط لا ماركي مغلط، لا 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 معلش هي لم يعرض انت اول شيء لما بدك اول شيء هيدا المكتوب مثل ما هو طب اذا انت بعت لي اياه كدوله ما بتبعت لي فيها مكتوب بتقول رئيس مجلس الوزراء تجدون مرفق هيك سلمناه هيك سلمناه عم بتقول لي مشروع لقيت يعني مش لقيت اكثر من هيك مشروع مدسوس من بعض من حزب المصارف الموجوده بالمجلس النواب لحتى يمرقوا له اياه لنجيب مئاتي هيدا المشروع ونهار الثلاثه بده يجرب يمرقوا له اياه بالقوه، خليني اقول لك بشغله وحده شو رح يصير؟ هيدا رح يتمرق اوكي؟ وطبعا نحن ضده بس بكره بده يندرس بكره بده يندرس بلجنه بكره نحن بكره, النهار نهار تحت وموجودين ورح نكون موجودين بهاللجان. اليوم وبدنا نجرب بكره نبحث قد ما فينا حتى نتاكد انه نثير النقاط يلي هي ضد مصالح رح تسال من مين هيدا؟ رح تساله اول شيء بكره بكره مفروض يوصلنا بطريقه شرعيه نحن بهديك الجلسه ما انت اليوم ما كان قاعد نقول النحاس ما نقول النحاس يا سيد الكريم طلع على التلفزيون قال التحقيق الجنائي ما في زوم نعرفه لانه هيدا عفى الله على ما مضى اثنين مضي هو مشروع قانون العار يلي منع فيها رفع الحصنات عن النواب والوزراء اوكي هو يلي كان عم يدافع عن رجع موضوع. سحب رجع سحب يا أخي انسحب لما بالاخر شاف حاله انه بالاخر رح يتبهدل بالشارع ما ليش انه ما شو لما لا يخطئ شو كيف شو لما لا يخطئ آه بس آه مش مره واثنين لما بيطلع على التلفزيون بيقول ما في لزوم للتحقيق الجنائي اوكي لما بيمضي مشروع العار لما بفوت هيك مشروع اوكي وبيجرب يمرقه اوكي آه يعني صار له صار له متبني صار له أب لا لما سالناه سالوه سالوه الشباب الليل. قال له قالوا له اذا انت عراب مضير ما مضى النواب سالوا النائب نقول نحاس نعم قالوا له مدام انت بكتله المئات ليه ما بتمضيه وبتقدمه ما مضى ما مضى طب هيدا موجود قدامها ما مم. اليوم بقى حاج نحكي هول في عمليه اي واحد بده يقول انا متبني هالموضوع بعتقد بده بده يتبهدل بالشارع ما حيسترجي يفوت على الشارع لانه هيدي مشروع سرقه ونهب وعمليه تثبيت السرقه اللي كان عم يعملها الحاكم البنك المركزي تصور بدنا نحكي بمشروع كابيتال كنترول بتجيب 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 انت جمعيه المصارف بتقعد بمجلس النواب تسمع حديثنا يعني مني شايف في شيء اشخاص كانوا مسؤولين عن هالمشكل بفهم الحاكم البنك المركزي <applause> بفهم وزاره الماليه تجيب المصارف تكونوا موجودين في مجلس النواب تيعطوا رايهم بمشاريع قوانين شو بيخصهم هني بهالمواضيع هيدي ثاني شيء مرئين قانون يا سيد الكريم سيدي رجعي رجعي يعني مبدئيا اي انت مشاكل كنت رفع على المصارف وربحانة او تحولت للاستئناف او للتمييز انت بهيدا المشروع سكرت الملف الماضي وعفيت عما مضى وكانه شيئا لم يكن وكل مصريات طاري خليني اتوسع بهيدي النقاط لانه آه انا محروق علي قدك واكثر بس بدي نط... كم نقطه بعد بموضوع البيان المشترك بتعتقد انه عدم التعليق من دول الخليج على البيان الفرنسي السعودي اللي طلع في اشارات يعني مش قابضينه ولا حاسين انه هيدي يعني هيك مثل مشان ما يزعلوا ماكرون عم يخدع تطبيقه بسيطه انا بعت انا بعتقد, أنا بعتقد لما اجى رئيس ماكرون انت بتعرف هيدي باول مره كان طالب موعد نعم. كان طالب عده مواعيد وتاجل الموعد يعني نعم. منه انه صار مباشره بعد زياره المئات الى الفاتيكان كان هيدا المشروع موثوق وكان في تاخير فيه هذا الاجتماع الدوره اللي صارت فيها بس كونه عنده انتخاباته بعد خمسة شهور عم يجربوا سيرو انه بالاخر تعا هي سمعنا شو في عندك انت فيه. انا بعتقد اذا بتطلع وبنفصل بالتفاصيل البيان وزاره الخارجيه ما في شيء جديد يلي نحن وياك ما سمعينه قبل مرة بس في تحميل مسؤوليه للبنان لما بيطلع بيان مشترك فرنسي سعودي وبيطلب هالطلبات اللي طلبها القوانين الدوليه ضبط الحدود التهريب الى اخره الاصلاحات وكانه عم بحمل الرئيس ميقاتي مسؤوليه كثير كبيره والحكومه كثير كبيره انه يعني اذا ما عملتوا هاو ما تتوقعوا منا شيء جديد إيه مين قال لك هي مشلتنا نحن مع الحكومه او الحكومات السابقه انه وعود وعلى الوعد يا كمون اذا بنطلع بالفعل ما قادرين يعملوا شيء ليه لانه المعلم تبع هالحكومه اللي هو حزب الله والثنائي يعني الشيعي رافض الاصلاحات ما هن نشحوا لحمايه سلاحهم مقابل السماح بالفساد وحماية من هم الفاسدين إن إحنا شو مشكلتنا هالمعادلة الذهبية الشعب والجيش والمقاومة وإنت ثبتت بكلامك عم تقول إنه الرئيس مئاتي لن يتجرأ إنه يسحبوا للتحقيق لوفي صفة لكن نحن هالمعادلة إيه اللي سموها المعادلة خشبية أو ذهبية وإذا بدك إيه؟ انت يعني عم في اعتراف انت شو بتسميها من بعد انا من هيدي, هيدي هيدي بعتقد هيدي خربان البلد، شو بدي لا ذهبي ولا خشبيه، هيدي وصلتنا لا نحن بالنسبه لنا كمؤسسة دولة شو في عنا؟ عنا الشعب عنا الجيش عنا القضاء هيدا هو مؤسساتنا <applause> إذا ما كان موجودين أنا بدي بالاخر أرضى بميليشيا مسلحة لتفرض علي القضاء وبدها تفرض علي الأمن لتفرض تفرض علي التهريب بتعرف كل هالمواضيع؟ ثاني شيء شو عطتني أنا اليوم إيران عطت مصاري لحزب الله عطت سلاح لحزب الله وسمحت له يهرب على 134 معبر غير شرعي سمحت له يهرب على بواسطة البور ويجوا الله يسترنا إذا كان في كمان المطار اللي معرض للمشاكل عرضت عليك معملين كهرباء مقبل عرضت عليك لحظة. مساعدات لحظة. بنزين في مول بس مقبل. خلينا نقارن خلينا نقارن هالبلدين المملكة العربية السعودية ونقارن إيران السعودية ساعدت كل اللبنانيين لعشرات السنوات نعم. وموجود بعده لهلا ولا دفعوا اللبناني الثمن والبرهان موقف الامير امير محمد حكي عن لبنان حكي عن الشعب اللبناني ما حكي عن الحكومه بالنسبه له نعم. هذه حكومه حزب الله نعم طيب بالمقابل ايران لمين اشتعمل استعملت لكل لبنان ايران راحت مع حزب الله تعطيه مثل ما عطت بسوريا دور حتى ياكل الدوله ويصفي هو مسيطر على الدوله مشكلة الموقف البيان السعودي يلي طلعوه مع بعد زيارة الرئيس ماكرون هي بمثل لبنان ما بس بمثل السعودية أنا كمواطن لبناني ليه بدي أرضى أنه دولتي أنه تبعت مخدرات على السعودية ليه بدي أرضى أنه أنا في جماعة مسيطرة على هالحكومة بتروح بتعمل حرب باليمن يلي أنا بالأساس لحظة أنا كيف بتوقفها يا خي لحظة أنا بدي, بدي حل عملي لي كيف بتوقفها أنت رئيس حكومة كيف بتوقفها ماريو حبيبي تقول لك نحن شعبنا تضحكوا عليه هول الجماعة صاروا يقولوا مصرياته صاروا يقولوا جنى عمره وبالآخر قنعوه إذا ما بتنتخب الزعيم السني الأقوى بيجي بياكلك الشيعي وإذا ما بتشب... بتمشي بحزب الله الحياك داعش داعش 8 أدار و14 أدار كلياتهم متفقين علينا اليوم نحن ما بقى فينا نرضى نقول انه والله ما قادرين نعمل شيء من الضعف بالبيت لا عنا انتخابات جاية شرفوا نزلوا وبالاخر انتخبوا وخلينا نضعفوا اليوم حزب الله 71 حزب 71 نائب عنده حزب الله وحلفائه شيل منهم تسعة صار تحت ال 64 إيه؟ هيك بنبلش التغيير ساعتها ما بيقدروا بتقول لي بيستعملوا سلاحهم لا اذا ما ما رح لك استعملوا سلاحهم لا كان. ما استعملوا سلاحهم كان. كانوا اقليه لا ما كانوا حيطوا ما كانوا اقليه ولا كانوا اقليه ابدا بين 2005 وال 2016 وما قدرتوا حكمتوا ابدا ابدا ابدا, أبداً. أبداً. بالحلف الرباعي يلي ركبوه بال وخمسة بعد اغتيال الرئيس الحريري، نعم. وقالوا له سعد الحريري انت زعيم السنه ويا وليد جبلاط انت زعيم الدروز وممنوع حدا يشارككم بهالقصه، ركبت شو بي عندي؟ شو بدي بالارقام 14 بني أدار القوه الاساسيه كانت يلي هي سيطرت على مجلس النواب هي الحلف الرباعي واللي هو دبحنا ودبح اتفاق الطائف هو هو الحلف الرباعي اللي عمله الحريري. عم بتقول انه التغيير يبدا بالانتخابات، يعني نعم. عم تحكي عن قلب الأكترية رد عليك حزب الله عبر اكثر من مسؤول، قال لك انه اذا كنتم مفكرين انه بغفله عين بتقلبوا الاكثريه ما رح فيكم تحكموا، من هلا عم بيقول لك عم تحكي جاد؟ انا هيك طيب سمعت طيب, طيب. بدي, اسألك بدي اسالك سؤال، ما رح نقدر نحكي شو بدي يقتلونا؟ ما هن بالاساس عنده مكانه القتل، معلش اليوم حزب الله عنده مكانه قتل والبرهان المحكمه الدوليه للبنان لا 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 قالت انه سليم عياش عضو بحزب الله قتل الحريري، لكن مكانة القتل موجوده إذا نحن بدنا نتعاطى بالشان العام وبنضلنا خيفانين انه يهددونا بالقتل خلينا نقعد ببيوتنا او نسافر من هالبلد. يا بدنا نغير وناخذ كلياتنا بظهرنا وبصدرنا المسؤوليه تنغير يا بالاخر عم نضحك على بعضنا. ما فينا نقنع اولادنا واحفادنا انه نحن بدنا نعمل التغيير وبالاخر نقول بس دخيلكم قد شو طيب. نحن ما بنقطش شريعه. اخر سؤال. خليني اقول لك شغله ثانيه، سبع ايار عن جديد لن يتجرأ حزب الله يعملها. عملها بال ببيروت جرب عم يعملها فيها ما رح نسمح له بقى فيها كم عندك دبابه شو يعني لن يعملها بعدك بالاخر لما بالاخر بعد في بنكين فقط يلي عم يخليك تحول الدولار يمشوا حزب الله بهالموضوع وما بقى في فرنك رح يفوت بالعمل الصعبه شو بده يصفي عايشين بالاخر على التهريب عدل اياها ما فهمت اليوم في, يعني في التحويل بانكين. بالدولار بعد في بنكين بعث الوحيدين اللي عم يتعاطوا معنا انهار بده يمشوا بهالموضوع العقوبات اللي عم نشوفها عم تضيق اكثر واكثر اليوم في 50 شخصيه شو بدي بحزب الله بحكي حلفاء حزب الله يا استاذ ماريو قوه حزب الله مش بال ألف عسكري اللي قال عنها السيد مش قوه حزب الله بالمليون صاروخ اللي عندهم اياه قوه حزب الله بحلفائه التيار الوطني الحر والتيار المستقبل والاشتراكي وهل المستقبل حليفه اشتراكي حليفه لو بده يجيب له لبن العصفور بس دخيلك عميل رئيس وزاره طول بالك شو بدنا نحكي بهالمواضيع نحن اليوم عندك هالمجموعه هون هن حلفائه اليوم لما تبلش العقوبات على حلفائه ساعتها رح يعرف حزب الله انه عنده مشكله اساسيه، واليوم لما عم نشوف يتراجع بعد ما كانت استقاله القرداحي هي مساله سياده وطن م. وعمليه كرامه بالاخر بابا في شو يعني يعني مبدئيا هو ضعيف وعم يضعف ومن هون انا بقول لك لا مشان هيك عم يخوفنا حزب الله بالانتخابات انه بلطوا البحر، لا بدنا نربح الانتخابات ونشوف اذا بالاخر انه البحر ولا لا نقطة أخيرة قبل ما على أول بريك، طيب ربحت الانتخابات ولكن الثنائي أمل حزب الله حافظ على كل الكتلة الشيعية كيف تركب حكومة؟ كيف تركب حكومة؟ إيه؟ ليش بدي أسألك سؤال؟ هن منهم الأكثرية الثنائي الشيعي مع من يمون عليه أوكي عم بيحكي ببناطه إن كان بعلبك الهرمل ولا كان كل بيطلعوا 32 عال ما يشاركوا 32 بالحكومة بلاش بالنتيجة وين بتجيب تخلق ميسائيه في... من وين بتجيب شيعة؟ هلا بتقولي كل الشيعة ما حسب الله إذا لا لا انا ما قلت هيك انا ما قلت بس اذا ما كان نايب كيف تقدر تعمل كيف تقدر تعمل وزير؟ كيف تقدر تعمل وزير؟ كيف يعني؟ يعني من بعد ليش انت ما في شيء بدستورنا بيقول بدك تكون نايب تتعمل وزير؟ اها انا هل نطر اسمعها ولو فاذا انت بدك تاخذ البلد على مشكل بروح على مشكل؟ اذا كان الهدف بدي روح على مشكل تحت تطلع لبنان من سيطرة حزب الله يلي خربت لنا بيتنا وخربت لنا اقتصادنا وشبنا فيها الإصلاحات ما بتركب لكن بوجود سلاح غير شرعي اليوم بدنا نوصل كلنا كمواطنين لموقف واضح هناك طبقة خربت لنا بيتنا سرقت لنا مصرياتنا سرقت جنا عمرنا ما في كهرباء ما في مي ما في شغل أهلنا عم يموتوا كبارنا عم يموتوا هول وصلونا لهون وعندك مجموعة جديدة ثورة انتفاضة شعب معارض هول ضدهم يقرر الشعب اللبناني بدهم هالزعران تيكفوا بالاخر مثل ما عم نشوف بمسوده الكابتل كنترول يوصلوا على اخر فرنك بعد ما انسرق او بدنا نوقفهم ونجرب نبني لبنان جديد فازن بعد الانتخابات ما بقى في لغه مزدوجه ما بقى في لغه هيك مزدوجه او هيك وهون انا بتمنى على اهلنا بصراحه ما بقى يقل لي 8 و14 سنه وشيعي لانه الكل فايتين وما عم نشوفها بالاجتماعات بكره فايتين يعطون ميثاقيه اوكي تيمرقوا هي قوانين وان شاء الله بكره ان شاء الله بكره ما يكون في عمليه المقايضه يمرقوها من خارج الجدول اوكي لانه عاده بتصير بنلاقي فايتين على على المجلس فجاه بنشوف ورقه انه هيدا مكرر معجل بدنا نمرقها قصه المقايضه بالنسبه للبيطار لانه ما بقى فينا نحمل بقى قوانين عار يلي موجوده بهالبلد يلا من بعد البريك بنكفي بقوانين العار نحكي عن الحكومه وانتخابات والكابيتال كنترول بالتحديد هذا اللي بحرقصك من اول حلقه <applause> فاصل وانا <عضل> اعود للمتابعه <applause> نحييكم من جديد ونتابع هذا الحوار مع النائب فؤاد مخزومي استاذ فؤاد اه قالها ولي جنبلاط بكل صراحة أنه المطلوب مقابل انعقاد الحكومي نسف التحقيق نحن قدم هيدي المعادلة مظبوط ولا لا؟ هذا اللي سمعناه من الثنائي الشيعي مش من ولي جنبلاط ثنائي الشيعي لما بيفوت الوزير مرتضى وبيحكي بهاللغة البسيطة نعم. وبيقول له لوزير داخلية إذا بتبلغ علي حسن الخليل أنا لا أحمله أتمشى أنا وياه بشار الحمراء مم. يعني عملية تحدي سافر للقرارات الحكومية اللي هو أعضاء فيها مم. أنا سألتني أنت سؤال عم تقول شو كان فينا نعمل نحن؟ نحن المطلوب منه للرئيس مياتي لانه لما عمل بيان الوزاره قال في اصلاحات قال ما في لا تعطيل ولا كل شيء فيه انت عم تقول اليوم انه في حاله طلب انعقاد الجلسه ولم ياتوا الثنائي الشيعي. نعم عظيم فينا بالاخر عندنا بعد نص زائد واحد ما يعني نحن معظم المشاريع بدنا بمجلس نوا مجلس الوزراء، نص زائد واحد ما في الا بعد قوانين محدده يعني بدك تلتقي بس راح يقولوا لك فقدت مسائيته خي على راسي بس خليك معي شوي، خليني فرش العالم انه انا مستعد امشي بالاصلاحات خلي خل خليني امشي بالعالم قول انه نحن في عنا بدنا نبني علاقات جيده مع بلاد الخليج م بمعزل مين رح يجرب يوقفها نعم واحد ثاني شيء الميثاقيه سيد الكريم عند تشكيل الحكومه اليوم نحن بالنسبه لنا انه لما بتشكل الحكومه بده يكون نصها مسيحيين نصها مسلمين بده يكون في عندك سني وشيعي بس بطالما لم تستقيل الحكومه خليك معي لما لا لم تستقيل الحكومه ما بدهم يجوا ما يجوا هذا لا يعني انه بالاخر الحكومه منا منا ثقيه بس انا السؤال هل يتجرا نجيب المئات ويدعي هون انا بعتد لن يتجرا وهون انا اللي شايفه انه ما عنده ابدا الامكانيه حابب يعمل رئيس وزراء ويضل يدور الزوايا مثل العاده م. اليوم انا اللي شايفه انه هذه هي هالحكومه مش حكومه انقاذ هذه حكومه اجت حتى تحمي حلفاء من من اتى بنجيب ميقاتي مين حميت كيف مين حميت؟ لحديث هلا؟ ايه؟ اذا كان رح يمشي بالتسويه بالمقايضه بموضوع البيطار، هذا هذا اول قرار انا كابن بيروت رافضه على الكامل، انا كابن بيروت هيدي اكبر جريمه صارت بالتاريخ بتاريخ لبنان من شو هي التسويه اللي عم تحكي عنها؟ بشيلوا بيجوا بيعملوا بيحولوا الـ الـ المحاكمه النواب او اللي كانوا اكس وزراء يحولوه للمجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء وبيخلوه للقاضي بيطار يتعاطى بس بمواضيع الموصفين يعني موجودة فيه يعني هيدا مرفوض مرفوض بالكامل لأنه اليوم أنا ما بدي أنا بدي أعرف شو خلوا له يطلع القرار الظني نعم. وبعدين بالآخر يا خي بدكم تلعبوا سياسة عليه فرجونا مم. شو الأجندة تبعكم مانعينه وأنا السؤال اليوم بدي أوجه من هون من عندك على المنبر اليوم من هو المطلوبين للتحقيق؟ إنه هذا المشنوق طير المستقبل عم تحكي الغازي سعيتر اللي هو حركة أمل علي حسن خليل حركة الأمل وفي نينو المردي ما طيب. في ولا واحد منه حزب الله مشان شو عامل وآخذها حزب الله عم أصحاب صليب الإنسانية وبدي يمنعها تفسيرك تفسيري أنه متورط فيها لفوق راسه وأدي إيداني لإله انت لما عم تمنع التحقيق يصير لكن انت خايفين انه انت رح ينطال راسك بهالقصة هون انا بالنسبة لي لا صفيت مصر اعرف شو صار بـ بـ باكبر جريمة ببيروت ما رح نرضى فيها انه اسكتها واذا في لزوم تتاخد لخارج الاراضي اللبنانية ناخدها للمحاكم الدولية مستعدين ناخدها لانه لا يمكن اكبر جريمة صارت بحياتنا انه مشيها مرور الكرام وعفى الله عما مضى بهيدي الطريقة ما بقى بتمشي فيها القصة عم بيقولوا لك الجماعه دستوريا محاكمة النواب والوزراء بتصير أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لما تبلغوا أنه يجوا على التحقيق لم يكن مجلس النواب منعقدا وانت بتعرف حسب مدة 80 اليوم لما ما بيكون مجلس النواب منعقدا انت وأنا وكل بنصفي مثل بعض ما بقى في عنا حصانات ضلوا يماطلوا فيها ويجربوا يطعنوا ومليون شغلة حتى بالآخر صفى هالجلسة اللي هلا اليوم نحن منعقد الدورة الاعتيادية اليوم نحن ما في انا ليه هني خايفين اذا هني عم يقولوا ما لهم علاقه ما بيعرفوا شو صار نزلوا اعطوا افادتكم ما عم بفهم ليه خايفين انه هني فوق القانون وما تبقى من الموظفين طيب. تحت القانون لما بتسالوا لرئيس مئاتي بتقول انت قادر توجد حلول للازمات آه عم, عم تقول شو بالطاقه وزير الطاقه عم يشتغل بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي مبارح حاكم مصرف لبنان عم بيقول الورقه صارت موحده بيننا وبين ابدا حدنين. ابدا هذا كلام منه تهي ما بدي استعمل كلمه كذب هذا كلام منه مزبوط لانه انا عم بسال صندوق النقد الدولي، معلش، ما في ما ما في ما منو متفقين، صندوق صن... لحظة صند... بدي اياها جملة هيك مفيدة إذا بتسمح لي، نعم. صندوق النقد عم بيقول لك لا اللبنانيين مش متفقين؟ ما عم يقول هيك، عم بيقول هالنص يلي هن مقدمه بيقول بناء على حديث وتشاور، ما نحن ما متفقين عليه هذا بالعربي مشبرة وبعدين الآية بس الحكومة ف... ومصرف لبنان والمصارف يبدو أنه صاروا متفقين على مقاربة موحدة وعم بيقول فيها الحاكم أنه الخسائر أقل من قبل هذه ما فيها وحدة وهذا نظام واحد بالآخر فاسد انت اليوم بدي امضي عقد بيني وبينك نعم. انت الاي ام اف انا الحكومه اللبنانيه نعم. انا بطلع بمشروع قانون انت ما... عم بتقول لي ما انا ما موافق عليه شو شو بتفيدني لك طلع هالموضوع انا خوفي تقلق بصراحه ماريو انه هيدا المشروع رح يمرقوه بالمجلس ونحن رح نحاربه، نفترض اخذ الاكثريه ومرق. رح يروح عند الاي ام اف يقول لك انا ما بمشي فيه. رح يجي نجيب مئات يقول لك شفتوا؟ عايزين نحل مشاكل الدوله، تنحل مشاكل الدوله خلونا ناخذ لك اصول الدوله، الاراضي وشركه الطيران والكازينو وكل هالمواضيع والكهرباء والسلول نتصرف فيها نحنا تندخل المصاري حتى نرجع اموال المودعين شو يعني نتصرف فيها؟ بده يبيعوها بتراب الفلوس، معلش بده يبيعوها بتراب الفلوس، اليوم السؤال انت من 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 اكتوبر 2019 لليوم تحول 9.5 مليار دولار لهذه الطبقه طبقة الفاسدة اليوم الموديز تقرير الموديز حاطط بتقول ترق... 9.5 مليار صحيح. لكن هولي تحولوا ما لهم علاقة هول بعد ما منعت المصارف علينا نحن انه نقدر نحول فرانك مزبوط طيب وجاي قانون ومشان هيك ما كان بده الكابتل كنترول واليوم كابتل كنترول جاي حتى يمنعك ما ترجع لورا وتلاقي ترفع دعاوى على المصارف يمنعك ترجع لورا انت اليوم ما مرقنا نحن قانون الدولار الطلابي نعم بتعرف مش لا وفي منه رفع دعاوى بهالقانون ما بيعود لك حق تراجع لورا ويكون في عندك اي اي اي, اي مطلب بس طبعا. كيف قانون مع ريترو اكتيف من متى هي ما في بكل بلاد العالم حتى بالبلاد الافريقيه ما بينعمل بهالمواضيع، نحن ما بعرف نجيب مئاتي آلة بشغلتين اول بتذكر اول اسبوع فات وزير الماليه على الوزاره بيجتمع مع سليم صفير بيقول اتفقنا ببيان طلعوه انه المشكل مش عند المصارف المشكل عند الاقتصاد اللبناني ولازم اعاده هيكليه الاقتصاد اللبناني لو حبيبي قبل ما اوصل لهونيك رجع لي مصرياتي انا اعطيتك يا بنك مصاري انت قررت تدينا لزبون مفلس بصفي انا مسؤول عن انك الزبون المفلس هذا واحد اثنين بيقول لجيمياتي اوكي بكل اكثر من محل بيقول المسؤوليه انه لما قالوا في توزيع الخسائر لا. قال المسؤوليه 100% على الدوله شو يعني مسؤوليه 100% من الدوله يعني انت عفيت المصارف بالكامل قلت له كل المصاري اللي انتم اخذتوها هون بالاخر منكم مسؤولين عنها الطريقه الوحيده ان نحن نرجع للمودعين مثلك ومثلي هو ان نبيع اصول الدوله خليني اعطيك بس معادله صغيره حتى يفهمونا المشاهدين عندنا كان 43 بنك اوكي 49 بنك تجاري وكان في عندنا شو 12 بنك استثماري ببلد قد لبنان معقول يكون في عندنا 62 بنك بكل اوروبا بكل انجلترا ما في اربع خمس بنوكي اوكي لكن هذه المصارف لم تكن مصارف كانت بالاخر رخصه تاخذ وتعمل مصاري من البنك المركزي لمصلحه الطبقه السياسيه الموجوده فيها هذه المصارف سنه بالتسعينات كان راس مالها 250 مليون دولار مهو. طيب هذه المصارف بسنه 2018 كانت موزعه 25 مليار دولار أرباح يعني 1000 مرة الرأس مالك، وزعته أرباح وأنت عادة بتوزع نص أرباحك ما بتوزع كل أرباحك، مم. وزعت 1000 مرة رأس مالك بخلال 20 سنة، وأنت اليوم قيمتك الدفترية طلعت من 250 مليون دولار ل 21 مليار, مليار. دولار، طيب سؤالي لك شو هالربح الغير شكل يلي بالمصارف اللي فيك تعملها؟ وأنت بتعرفها آخر مدة سنتين قبل ما انفرطوا البنوك صفه يتصلوا فيك لو انت ما عندك حساب بالبنك يقول لك بتاخذ كريدت كارد تقول له انا ما عندي حساب لك. لا بنعرف انه انت عندك وظيفه بالال بي سي خلينا نعملها ليه الفكره كانت لانه كانوا عارفين انه بعد الـ 2016 ما بقى في مصاري ما في كاش مم. واليوم انعملت الهندسات الماليه لحتى تسرق هالمصاري المتبقيه شو صارت انت طالما عم تصرف ببلاستيك وتدفع بشكات ما منخ فيها تعرف شو في اذا في مصريات هون ولا لا 2019 لما نزلت العالم على البنوكه طلعت الحقيقه انه بالاخر ما في مصاري بالنسبة. انا بدي ارجع معك شوي للاقتراح القانون اللي بين ايديك او مشروع القانون اذا اذا لقيت مش بعرف ما بعرف اذا مشروع ولا اقتراح. انا بالنسبه لي طيب. منه موجود عم ما يقدموا اياه بشكل رسمي. طيب. انا بدي ضوي شوي على النقاط نعم. السوداء فيه. نعم آه هل المشروع هيدا بيعطي مصرف لبنان آه سلطه سلطه استنسابيه مطلقه مطلقه اوكي؟ طيب غريب يعني كيف وتحديدا الكتل يلي عندها علامات استفهام حول اداء مصر في لبنان كيف قبلاني ب والمصارف كيف قبلاني بهالشيء واحد بس خليني اجيبك على 2019 اوكي بعد ما فتنا بموضوع قصه لازار دراسه لازار لاعاده هيكليه الاقتصاد اللبناني اتشكل بمجلس النواب لجنه يلي هي منبثقه عن لجنة المال والموازنة م. يلي هي كان شغلتها فقط تدافع عن البنوكة كان فيها بطلها نقولها نحاس وبطلها ابراهيم كنعان وبطلها كل هالعالم يعني ما تفكر انه كل الكتل كانت متمثله فيها اوكي ما تفكر ولا فكر انه كل الكتل لا مثل. لا كلها انا عم اقول لك ما إيه في الا نحن المستقلين ما كنا داخلين فيها عرفت علي كيف؟ كلهم كانت موجودين بس يعني هيدي اللجنه ما تشكلت بسبب خلاف مصرف لبنان آه والحكومه على مساله الارقام بس خلينا طيب لو شوية. اتفقوا شو كان ما كان شو كان بدها تعمل اللجنه اذا انت مفلس ب 70 مليار دولار ولا 140 م. مليار دولار واقتصادك بالاخر بال 40 مليار دولار انت مفلس نعم هلا بنختلف على أسط حجم التفليسه مرق الكابتل كنترول كنت بلش حديثك مع الاي ام اف وبعدين فوت بالتفاصيل اذا 140 ولا 70 هن فاتوا بعمليه تضييع العالم بموضوع الارقام لانه ما كان عنده النيه لا بالكابتل كنترول ولا عمليه الوصول لاتفاق مع الاي ام اف هذا الموضوع له سنتين لما طرحنا موضوع التدقيق الجنائي الفرنسي كودت مع الفاريز اوكي سنتين من مدت فيه سنتين ورح يخلص بعد كم يوم ولا هلا حكم المركز يعطيه المعلومات في اقتراح قانون لتمديد الفتره طبعا ولو <applause> بتضل بمدد ونحن حلاوتها بلبنان ادفع اطباع ودفع اطباع وطعمه وصلنا طيب الاشخاص اللي وفق هذا الاقتراح القانون الاشخاص اللي قدروا يحولوا اموال بالماضي هودي بعد بحق لهم يحولوا هلا ولا طبعا كمان طبعا لانه انت اليوم تركينا استنسابيه للبنوك اوكي يعني حسب سيوله وملائه البنك وكل هالتفاصيل هيدي طيب بدي اسالك سؤال بعدين هالاستنسابيه طيب كيف لك انت مثل ما حولت 9.5 مليار دولار لهالطبقه السياسيه شو بيمنع تكفي اذا بعد عندهم مصاري وانا وياك كمواطنين ما يسمحوا لنا نعمل هالشغله اوكي وهي بالاساس هذه جريمه كبيره وانا تقلت بكل اجتماعاتي حتى لما كان الوفد الاوروبي موجود هون من اسبوعين وحتى لما كان الوفد الامريكي موجود هون انا طلبت شغلتي وحده قلت لهم يا جماعه ما تقولوا لنا انه انتم ما عندكم فكره عن من حول المصاري لنكون بصراحه مه. لانه بالسوفت اوكي وبالتحويل فيكم تعرفوا 99% بتعرف الا اذا اخذتها بالشنطه فاذا ما بدهم يقولوا لنا ما بدهم يساعدونا لا لحظه 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 عم نقول لهم انتم بعدين بلشتوا تحكوا على العقوبات وهلا في اشخاص قريبين للحريري قريبين لجبران قريبين لحزب الله طلعت أسميهم مرقوا للمعلومات اذا ما بدكم تطلعوها رسميا اعملوا ليك خي مرقوها بالصحف خلي المواطن اللبناني يعرف فعليا هالزعيم السياسي اللي هو معتبره انه زعيمه فعليا كيف هرب مصرياته ومنع المواطن يكون يعني حمين لا انا ما بقول بعد شو لانه ده شو لك يعني؟ ليه 2018 قلب علينا وعم يعطونا مساعدات سيدي انسانيه وعم يتعاطوا معهم معه سلطه فاسده 2018 2018 كان لنا 8 سنين بلا انتخابات كان الشعب اللبناني مصرياته بالبنك ليرته بالخير اولاده بالمدرسه في في بنزين طيب. في ما كان حدا مهتم بالعالم الا بدهم انتخابات مهم. كما المهم تكون حصلت اليوم الشعب اللبناني انت على انتخابات مصاريك راحت جنى عمرك راحت ما في مصاري ليرتك تسوى عشرة اليوم في تغيير لكن العالم يلي كانوا مطنشين خلينا نستعمل التعبير أوكي. على المنظومة فوق الماضي أنا بعتقد مش راح يطنشوا على هالمرحلة هذه طيب لما بتسألوا للرئيس مئاتي أنه أنت كيف شو رح تعمل مع محاكم مصرف لبنان اللي عم يرفض يعطي اه المستندات لألفاريس أد مارسال للتدقيق الجنائي ما, ما في جواب ما في جواب ما, جواب. ما, جواب. ما في جواب بس هو بالوقت الحاضر انه شو بيقدر يعمل معه الحاكم عم بيعطيهم اياهم بالقطاره خي معلش صح ولا لا انت كرئيس مجلس الوزراء بتجيبه مسح فيه الارض معلش انت رئيس مجلس الوزراء لو رفيق الحريري كان هون كان بيسمح له يعمل بها الطريقه لجيم مئات اليوم لما بيجي بيقول لك يجب انه كل الخسارات تبع الدوله تتحملها الدوله شو يعني عم تقول البنوكي ما عملوا شيء غلط البنوكي بس انت قال هيك الرئيس مئاتي انا بعده محلات انا عده محلات باللي عم يقولوا انه نحن اللي لما عم يقولوا له كيف بدك تقسم الخساير ما بتعرف هذا التعبير قال له هذه مسؤوليه الدوله المسؤول الدوله هي المسؤولة عنها طيب اذا كانت الدوله مسؤوله عنها وانت مفلس كيف بدك تجيب المصاري؟ الدولة مسؤولة عن القرار بكيفية توزيع الخساير لا مش إنها تتحمل لا, 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 قال الدولة مسؤولة معلش لما نكون الدولة مسؤولة شو يعني؟ يعني بكره كل شيء في عنا اصول بالدوله تاعت نحطها بصندوق وخلي البنك هذا هيدا تروح من من جمعيه المصارف انه الاراضي البحريه ان كان الميدل ايست كان الكازينو كل هالمواضيع حطوهم بشركه يلي البنك المركزي وهن بيديروها وبالاخر ببلشوا انه يسحبوا منها ويصفوا الخسارات يدفعوا للمواطن طيب فؤاد مخزومي بدك التدقيق الجنائي تتوصل لوين؟ يعني عارف إيه؟ الاخر مين الحرامي من وصار سرق البلد طيب هذا التدقيق هذا التقرير اللي بده يطلع عن شركه الفاريز اند مارسال وين بدك تستعمله هيني انت سيد الكريم نحن الارقام ان كانت 70 مليار دولار ولا 140 مليار دولار على الحد الادنى اموال المودعين كانت 50 مليار دولار غير بقى شو سرق من الدوله اوكي لكن بالحد الادنى بدي جرب برجع خلي 50 مليار دولار للعالم تضطر تعيش كيف هيني انت اليوم كل هالاشخاص اللي لو بنكشف فيهم بنعرف الاخر مين سرقها اليوم تحط العالم بالحبوس صعبه خلي لك يعني بكره بقول لك الشيعي انا كان شريكي غازي كنعان وهذا كان شريكي فلان وانا كان شريكي فلان نحن بدنا نيجي نوصل لاتفاق قسم من هالمصريات يرجع لقال لك ليه ما التقرير وين بدك تستعمله لتقدر لا تقول انه ماريو عبود سرق يا خيي خلاص اذا صار في عندي انا انتخابات مم. وصار عندي الاكثريه مجلس النواب ايه؟ لا بفرض علي حكومه وبجيبهم مثل الاحصنه بيعملوا تسويق كيف بدنا نقول يلي صاير بين الفاريز اد مارسال والدوله لك يا خي بيمنعك تستعمل تقرير الاي ام اف لحظه الاي ام اف لما الاي ام اف ما اصروا على تضييق الجنائي ليه؟ مش لانه ما بدهم يعملوه، هن بيعرفوا يعملوه ما في لزوم تجيب شركه من برا. خي معلش، ما ليش؟ هو الاصلاح؟ الاصلاح مش انه وقف السرقه وقف كل هالنظام الفاسد حتى بالاخر ابني مستقبل اللي انا وياك واولادنا فينا نعيش فيه، مش انه عمليه عفى الله على ما مضى، ما هيدي فاتوره بدي ادفعها، شئت ما بيت، معقول اليوم بلعبة على الدولار ما بين الـ 1500 وال 25000 ألف نزل حاكم البنك المركزي من ال50 مليار دولار الدين لل4.1 مليار ونحن بنزقف له وبدنا نمرق له مشروع كابيتال كنترول حتى يكفي بما تبقى من فلوس طلب ما... كابيتال كنترول باول الازمه من الرؤساء الثلاثة ما لبوا في فرق ما لبوا هاي امبارح قالها بمقابله لك ما مشكلته هي لها شغله كثير قال عده مرات انه الليره بخير كم مره قال الليره بخير مره والمصريات لا وقال المصريات موجوده مرة بمجلس النواب بسأل أنا سؤال كان موجودين بنك المركزي وكان كله فيها كان طالع قبل بنهارين بيقول الحاكم إنه الليرة بخير ومصريات موجودة بسأل السؤال لا للحك... لا للفريق البنك المركزي مصرياتنا معنا موجودة قال ما بعرف بسأل جمعية المصارف مصرياتنا موجودة قلت واحد منكم كذاب لكن إذا اليوم هو بيقول انه كله بخير واللي الاشخاص اللي المفروض يكون بصندوق معه المصاري منهم بخير عندي مشكله نحن جماعه كذابين كونه انه القضاء عم يجربوا يضغطوا عليه تيمنعوا عمليه التحقيق بالبنك بالانفجار بيروت وبنفس الوقت بده يجربوا يمنعوا مثل ما شفنا بالقاضي سلامه القاضي سلامه كانت مجمده اوكي اصول عده بنوكي بيعملوا عليها دعوه قال لانه هي كرئيسه نادي القضاه عاتي موقف انه هذه الطبقه داخل فيها البنوك الفساد م. بيكفوا ايدها بده يحولوها لبيروت حتى يفكوا عمليه ال عن عمليه ال ال إذا عاطي موقف قبل بس لا بس هيدي نقطه فيها القضاء هاي هي على هيدي الوحيده لا بيروح بالاخر وفي صفه بيهدد القضاء ما بيتحركوا القضاء ضده شو هالكلام ما ماريو بدنا نضلنا بالاخر انه بالاخر يلي ما قادرين نعمله بنطنش عليه واللي قادرين نعمله بالاخر بنعتبره انه هيدا تشريع القضاء في وزير بالحكومه اليوم عم بيقول وزير العمل عم بيقول لا يمكن لقاض ان يتحول الى سلطات مطلقه يستطيع ان ياتي برئيس حكومه وزير ولي أي, اي وزير مصطفى آه مصطفى بيرم وزير العمل هيدا اللي قال انه بنحل مشاكل البطاله بنوديهم كلهم على قطر الوزير بيرام قال بنلاقي بكرة بنحكي مع قطر كل اللي العمل بنحله على قطر هي الطريقة بدنا نحل مشاكلنا انه من الاخر منروح من من بنطلع شبابنا من البلد هذا هو نفس الحكومة بدنا دايما نلاقي حلول حلول بالاخر منا واقعية منا مبنية لا على الاصلاح ولا على نية لإيجاد الاصلاح هذه طبقة عاشت على الفساد والشاهد على الفساد فاسد وكلياتهم مسؤولين على ما وصلنا عليه مشان هيك بدك بدك مصر على الانتخابات النيابيه وراح بتقول انه سيكون لنا حضور خارج بيروت رح يكون اول شيء ضمنت الحضور ببيروت يعني لح هذا نحن, ببيروت رح يكون في عنا رح نشكل اللوائح يلي هي كنايه عن من هم مؤمنون انه هن ضد هالطبقه الفاسده انت اليوم بلبنان وصلنا لمرحله عندك مجموعه حكمتنا من 92 لل 2022 يلي هن الموجودة موجودين هو المجموعه وصلوك للخراب خربوا بيتنا ما في دواء ما في ما في, ما في ما في مدرسه ما في شيء طيب لكن الشعب اللبناني بده ياخذ قراره يا هول بترجعهم للحكم وبيكفوا على ما تبقى عليك او بدك تقوم ضدهم انا بال2018 مثل ما بتعرف تحديتهم كلياتهم انا كلهم حاربوني وزعبروا بالانتخابات ضدي بس ما قدروا يسقطوني اليوم نحن نؤمن انه نحن لن بدنا اشخاص ما إله علاقه بالمنظومه الموجوده بالبلد ما إله علاقه بالسلطه التنفيذيه ما إله علاقه بالسرقه ما إله علاقه بالبنوكي جماعه آه نضاف جماعة فهمانين بالآخر موجودين بدون التغيير وهول الأشخاص انت كان بيسموا حالهم ثورة أو بالآخر تغييريين هول بالنسبة لي كل جماعة ضد هذه الطبقة الفاسدة نعم سوف يكون عنا لائحة ببيروت كاملة ونحن بالنسبة لنا عم نتعاطى هلا خارج بيروت حتى نشوف من هم الحلفاء إذا نحط إيدنا بس بده يكون معهم اللي هن بنفس التفكير تبعهم طيب الاستطلاع يلي عملته ويلي أعطاك مرتبة ثانية وثالثة حسب طبيعة السؤال هيدا بيخولك انك تشكل ليحة من الاشخاص اللي كانوا معك بالمره الماضيه يعني صار حدا. يقدر صار يقدر فؤاد مخزومي ينقي اشخاص ببيروت ويعمل ليحة ويكون مرتاح على وضعه نحن رح يكون عندنا لائحه من الاشخاص يلي اليوم مؤمنين بهالخط اوكي بعد بكير حتى نعلن اسامي بس بوعدك ما في شيء من المنظوم الماضي بالكامل قطعيا طيب. انت على تواصل مع المجتمع المدني طبعا مع الثوره طبعا نحن الثوره مش رافضينك في مكان ما خيي نحن الثوره انا من من 17 اكتوبر جمعتنا ان كانت مؤسسه مقزومة ولا حزب الحوار موجودين معهم معلش إحنا ما في انتخابات نقابه مهندسين مهندسين نحن, ما نحن ماشيين نحن داعمين الثوره اذا انا انا شخصيا ما بنزل هذا ما يعني انه بالاخر انه في عنا مشكله بالعكس نحن بنعتبر انه ما مفروض فينا نتعمش على ال... على الثوره بدنا نحن نخلي الثوره وال... والحركات هون تمشي فيها نحن باتصال مع الكل ما في عندنا مشكله مع حدا بس اللي يعني لك ايه نحن بالنسبه لنا بيعتبرون عم يعملوا شغل جيد وممتاز وعم يعملوا بالاخر تحركاتهم يلي عطت صوره مختلفه عن الماضي هول الاشخاص انا بهنيهم وبقول لهم كفوا الموضوع واتكلنا عليهم وانا بعتقد رح يكونوا شركاء لنا بالمرحله القادمه من هلا تحت... تتحدد الانتخابات ما نحن كمان في انتخابات اول شيء انا صفيت شاكك لانه اذا كان بدي يصفي عمليه هالمقايضه يلي انه يمرقوا قانون الست نواب بالخارج مقارنه بال128 يلي طالبه جبران باسيل مقار... مقايضه بتطهير طالبه انت اكيد انه طالبه كيف يعني؟ كيف يعني طالبه من مين؟ في مجلس دستوري بده يقرر لا ما هو قدم الطعن صحيح يعني هو طالبه آه اوكي هو قدم طعن طالب. بيربح او بيخسر عند المجلس الدستوري بس اليوم اذا عم نسمع إن شاء الله يكون انا غلطان اوكي انه في مقايضه اوكي انه ما عندهم مشكله ينقلوا عمليه المحاكمه للمجلس الاعلى للمحاكمه الوزراء فيه مقابله بيمرق بالمجلس الدستوري هذا الموضوع إذا كان هالشيء أنا بعتقد هيدي مقايضة جريمة بحق اللبنانية كليتهم وجريمة بحق أهلنا يلي تركوا البلد جريمة بحق الأشخاص يلي دشروهم هذه الطبقة للخارج ما كان بده يتركوا البلد وهيدا بعتقد بالآخر آه شيء شي, شي بحزن التيار بيجزم لأنه تعرف إحنا عم نحضر الحلقة بنعمل اتصالات نعم. التيار بيجزم أنه هو سينسحب من الجلسة في حال في ريحة مقايضة من هالنوع في ريحة أنه مقايضة؟ إيه ما راح يقبل فيها بس يعني لن يتدخل بموضوع القاضي انا بتمنى البطار. بتمنى بهالموضوع يكونوا بالاخر في نوع من الـ من الوضوح بهالموضوع اوكي فيه. اخر نقطه انت خارج بيروت يعني وين خارج بيروت سنأخذ. بالمناطق يلي المؤسسة موجوده يعني فيها. عم تحكي بمنطقه البقاع الغربي عم تطلع بطرابلس عم تطلع ب بعكار هاي المناطق اللي حاطط الرئيس مئات براسك من بعد ما حاسس انه يمكن الرئيس حريري يبقى بعيد اول شيء ما بعرف اذا الرئيس الحريري رح يبقى بيده ولا لا من حقه يترشح لانه بالاخر كل واحد لبناني له حق يترشح بالنسبه لي مني حاطط حدا براسي لانه بالاخر انا عم بعمل معركتي بمعزل اذا شو هني موجودون قد ايه بتتوقع كتلتك تكون مرتجة نايب اثنين انا بعتقد بدنا نوصل للخمسه خمس نواب كتله مع حلفة او كتله لا كتلي... بلا حلفة ولا أه. بحكي بلا حلفة يعني فينا نقول للناس انه مفترض كتله فؤاد مخزومي المره المقبله تكون خمس نواب هذا هذا عم نشتغل عليه hey بس مع بس التحالف بجوز يكون اكثر مه. شكرا لك فؤاد مخزومي اهلا وسهلا فيك الله يخليك ماريو شكرا مشاهدينا بعد الفاصل ننتقل الى يعني مناقشه الشيء المتعلق بكورونا آه ويعني كل التفاصيل والمتحور اوميكرون اذا كان اوميكرون فعلا اذا كان دخل لبنان نعم ام لا فاصل ونعود كما سبق وذكرنا مشاهدينا في القسم الثاني من حلقة الليلة رح نحكي بموضوع كورونا مستجداته المتحورات طرق العلاج في شيء مخاطر وكيف فينا نتصرف مع هالموجة الجديدة في القسم نستقبل رئيس لجنة كورونا الدكتور عيد عزار من مسيك أهلا وسهلا فيك دكتور والدكتورة تانيا لطفي طب عام ومسؤولة قسم بوست كوفيد في مستشفى سيدة المعونات بجبال أهلا وسهلا دكتور عيد من لك دكتور ولا بنقول لك سعاده النائب الانتخابات اللي <applause> جاي طالب وقت الحالي دكتور بعدك دكتور بس مرشح للانتخابات لا طيب. في اوميكرون بالبلد ليك الاوميكرون له جوابين أه لتعرف انه مضبوط ما في اوميكرون ولا واحد حامل اوميكرون بس تعمل تستنج بكميه كثير عاليه السؤال الانسب هو هل اوميكرون مسؤول عن ارتفاع كبير بالحالات هذا جوابه لا الجواب اللي نحن جربنا بس نعمل شيء بسيط يعني 20 واحد 20 شخص ورا بعضهم بمستشفى روبن فحصوا طلعوا كلهم دلتا يعني الموتور اللي عم يخلي هلا الحالات تزيد بالوقت الحالي بلبنان بعده دلتا دريفن وهذا نفس الحاله ب بالمانيا ونفس الحاله بفرنسا كيف تقدر تميز اه نحن بين البن... دلتا وبين الاوميكرون so اليوم انت في طريقتين كلاسيكيات واحدة منهم هي هول جينوم sequencing تفحص الفيروس كله من اوله لاخره أه. تبعه من اوله لاخره هذه معقده معناها يعني نحنا ما رح نفوت بالتعقيدات بس انت عم تقول في طريقه في طريقه ثانيه لما بنعرف شو هي لما يصير معروف شكله للمتحور بنعمل له بي سي ار خصوصي له يعني بتعمل بي سي ار الاولانيه بتقول معي كورونا ثاني وحده بي سي ار مثلها بتروح بس على المنطقه اللي هي فيها علام بيقول لك انه هيدا دلتا سو so اليوم الدلتا نحن بنقدر نقيسها بالمختبر سو بنعرف اليوم انه الأكثرية الحالات اللي عم تصير ببيروت دلتا ما بيمنع انه يمكن يكون فات عليك آه شويه آه شوية, آه شويه اوميكرون بس ما بنعرف باي عدد لأنه يعني ما بتقدر تعرف لا تعرف بالضبط اذا ما هيدا السؤال البي سي ار يلي بينعمل بلبنان بالوقت الحاضر قادر يكشف اذا عندنا كل البي سي اللي بتنعمل أو... هي بي سي لتشخيص كورونا مم. بعدين من بعدها يو في بي سي ار خاص لاوميكرون يو في هول جينوم سيكونسينج عادة الهولجيوم سيكونسي كتقنية أصعب تعتبر بتبلش فيها عند المتحورات الجديدة بقى نحن بلبنان بدل ما أنه ما عندي أنا اثنين كل شيء عملناه رحنا شفنا إذا الموجود بعده دلتا بما أنه الموجود دلتا يعني أكيد ما أنه أوميكرون بالأعداد الكبيرة سو so, هذه كمان نقطة كثير مهمة عالمياً لأنه ارتفاع الحالات بإلمانيا لما كانت صار تعمل 75 ألف و 100 ألف حالة بالنهار <applause> آه ما كانوا أوميكرون وميكرون اجت اول شيء من بعد شهر من بدايه الموجه ونحن اصلا بلبنان اذا بنفتح ديفينيسيون الموجه سنة شهر من بلشينا نحن بلشنا نرتفع الارقام باول شهر نوفمبر سو so, كنا عشنا اكتوبر كله كان البوزيتيفيتي ريت 4% بلشنا نرتفع من 4% وصلنا ل 10.3% اليوم بقى هذا الارتفاع اللي صار هذا هو الويف وهذه كوبي بيست عن ديناميكيه اوروبا وشقفه من امريكا <applause> المحرك فيها هو دلتا بنفس الوقت الجنوب افريقيين اللي هي دوله كمان كثير منيحه بالصحه العامه جنوب افريقيا جنوب افريقيا لانه دوله عندها مرضين كثير كبار هن بالببليك هيلث هن الاتش اي في والتوبركلوز السل سو جنوب افريقيا مجهزه لتقدر تلحق اي اوت بريك سو شافوا ارتفاع غير منطقي للحالات فحصوهم تقنيا عندهم لقوا عندنا اوميكرون على السؤاليه هل اوميكرون خلق بجنوب افريقيا ولا اكتشف هنيك هل رح يوصل على لبنان؟ اخر مره جنوب افريقيا عملت متحور ما وصل على لبنان، هاي مش مره نسمع جنوب افريقيا بالمتحورات، <applause> يعني المتحورات الكبيره سمعنا اساميها هن جنوب افريقيا هاي تاني مره كان في تبع امريكا اللاتينيه كمان هذا ما وصل، وعندنا الهندي وصل والانجليزي اللي هن الدلتا والالفا. بقى اليوم قد الخوف من اوميكرون؟ هذا بدنا على القليل ثلاثة اسابيع لنقدر نجاوب على هالسؤالات ونحن كمان شغله لا تقل اهميه ومنيحه للبنان لا. انه نحن كل شيء بتشوفه باوروبا بتشوفه عندنا بعد ثلاث اربع جماع اذا بتطلع على كل تقصد الموجة تقصد تقول اذا الموجه بقيت دلتا هونيك يعني نحن بنكفي بدلتا هون يعني نحن هلا دلتا عم نعملها هذا الدلتا 2 هي ثاني موجه دلتا عملنا دلتا نزلوا رجع نعمل دلتا ثاني اذا بقينا على هذه بكون مشكلتنا بس رح تكون دلتا اذا اوميكرون قدر يبرهن انه هو رح يصير ال الكورونا الجديدة وعملت أوروبا موجة جديدة بأوميكرو توقع أنه رح يكون عندك وحدة بعد غير هاد نحن فيها موجة أوميكرو كمان أي متى؟ هلا ما قلت لك ما ثلاث على القليلة نقدر نقدر <applause> <applause> قريبا يعني فما عم لحن نتنفس ثلاث لنقدر نعرفنا يعني عرفنا أنه في متحور بس ما حدا بيقدر يقدر لا فعاليته لا قد بينتقل لا قد بيأذي قبل ما اقله يكون مر عليك ثلاث اربع اسابيع اه لانه كان بدي اسالك عن سرعه الانتشار ما فيك بعد لحد هلا ما فيك تقيسة طيب دكتور لطفي حضرتك بتشوفي المرضى اللي بيكونوا خلصوا الكوفيد صح؟ لاحظتي اخر فتره انه كتار اللي خلصوا ولا كتار اللي فاتوا بالموجه؟ هلا نحن عم نرجع نشوف حالات جديده اللي خلصوا لانه نحن اخر شيء بدك تقول بجوية اوت سبتمبر اكتوبر راقت شوي الكورونا <applause> دونك هلا نحن نوفمبر مثل ما قال دكتور عزام شوي بلشت عن جديد يعني قلنا شهر شهر ونص يعني كل يوم عم نشوف حالات كثير من من, من الكوفيد سو so, بدنا نحكي بوست كوفيد بعد بكير تنحكي عن بوست كوفيد هلا يعني, يعني مرحلة هيدول ما بعد الكوفيد ايه لهدول الاشخاص اللي هلا عم نشوفهم بس الاشخاص اللي قطعوا ببوست كوفيد قبل يعني اللي قطعوا بالكوفيد قبل وصحوا آه، ايه في كثير عم بيعانوا من بوست كوفيد، يعني العوارض بالاجمال عم بتكون من بعد ما يخلصوا في ناس بتضلها لهلا لهم سنه مخلصين بعد لهلا عم يشتكوا من عوارض ما بعد الكوفيد. آه، يخلصوا منها؟ يعني في مسألة ناس مسألة وقت؟ في منهم ما بيحسوا بشيء، مش عم نحكي الكل. لا بقصد يلي حسوا بشيء. بيوصلوا لوقت لو خلص بيخلصوا ايه منه ايه لو قبل سنه او اكثر. طيب ما في اكثر يعني اجمالا اجمالا لحديد السنه بعد ما شفنا حالات اكثر من هيك يعني. بدي اسالك كم سؤال سريع. تفضل. أه كيف تقدر تميزي بين الكوفيد والجريب؟ يعني المواطن اذا حس بعوارض أوتوماتيك ما لازم يروح على على التيست؟ اول شغله هون انا بدي اقول انه الناس بعد في عندها شيء اسمه خجل تقول انه انا عندي كوفيد. يعني ما بتقتنع انه هي عندها كوفيد. بيكون عندهم شوية رشح بيكون عندهم شوية سعلة عندهم شوية حرارة بتلاقيهم عم بيتنقلوا عم بيروحوا عم يجوا أه، وإذا واحد حس عليهم أنهم ساخنين معلي شوية غريب أنا هون بتمنى من كل الناس مش هن يقولوا إنه هيدا غريب يتواصلوا مع طبيبهم إذا الطبيب قال هيدا غريب الطبيب بتحمل مسؤولية مش الناس لازم الأشخاص يحموا حالهم ويحموا اللي حواليهم هلا حتى نحن الأطباء صعب أيام نميز بين الغريب وبين الكوفيد نعم. بس إذا بدي أعطي فكرة هيك شوي مثل ما الكل قطعوا بعوارض الكوفيد بتبلش بالإجمال مش كل العوارض مع بعضها <applause> يعني بالإجمال فيها تبلش بوجع زلعيم أول يومين ثلاثة بيرجع شوية رشح بيرجع بعدين حرارة أيام الحرارة بالأول بس هي بتبقى بروغرسيف بالتدرج هيد الكوفيد بالغريب <applause> الجريب... لا في فرق بين غريب وبين رشح بالغريب بيجوا كل العوارض اجمالا ضمن 24 hours يعني بالاجمال أهو. يعني بيوعى الواحد من النوم انا مطربه اليوم يعني بيجي الرشح مع السعله مع الحراره مع ومش الكل بتعرف بالطب ما في شيء اسمه 1 بلس 2 من هيك انا بشدد انه كل واحد عنده عوارض وشاكك براجع الطبيب هو الطبيب بيقول له اذا هيدا غريب او كوفيد واذا شك الطبيب اكيد نلجا للبي سي ار طيب آه زميلتي منال عم بتقول انه وزير السياحه وليد نصار معنا مباشره مساء الخير مساء الخير استاذ ماريو آه بعتقد انه عندك شيء له علاقه بكوفيد ايه في موضوع بدنا نحكي فيه بس تسمح لي ماريو قبل مداخله كثير قصيره على حلقتك اللي هلا سمعناها مع عادة النائب استاذ مخزومي نعم آه، انا بحكيك اليوم كوزير بحكومه وزير سياحه مه. وخاصه النداء اللي اطلقناه من عده اسابيع وطلبنا كل السياسيين بهدنه سياسيه مه. هدنه محبه وامل نعطيها لللبنانيين وللمشاهدين نعم انا مع احترامي لاستاذ مخزومي اللي ما بعرفه شخصيا صراحه مه. بس اللي حسيت من من حديثه وكانه بس هجوم مبرمج على دوله الرئيس ميعاتي وعلى الوزراء لانه هو ذكر كمان الوزراء والحكومه حكومه اطراف او احزاب والى دعم. اخره دعم. انا كوزير مستقل وطبعا الرئيس ميعاتي ما بده مين يدافع عنه آه يعني بستغرب هيدا الـ وبستهجن هيدا هيدي الطريقه وما بفتكر انه الرئيس مئاتي بحكمته اليوم وبطريقه تعاطيه بالملفات السياديه والسياسيه الكبيره نعم. مع فخامه الرئيس عم بياخذ البلد بمشروع اقتصادي وتجاري مثل ما سمعنا مع الفرنسيين وغيرهم طيب اصبح انه انت مختلف معه بالنظر من اول ما بلش باشغاله بلبنان لليوم رفض يفوت بمشاريع خاصه وبالشان العام بمشاريع خاصه مع الدوله. طيب دونك هيدي من الشق الاول، الشق الثاني يعني بفتكر انه هلا قربت الانتخابات النيابيه وصارت كل الخطابات شوي شعبويه أوكي. وانتخابيه. الموضوع الثاني اللي هو موضوع الكابيتال كنترول، مشروع الكابيتال كنترول اللي نحن كوزراء كمان هذا كثير بهمنا وراينا كثير مهم فيه. اقتراح قانون هيدا توقع من النائب نيكولا نحاس نعم وتقدم مش موقع هلا مع يعني هلا النسخه اللي مع النائب محظومي ما موقعه بس النائب نيكولا نحاس قدمه نهار السبت لانه عم بيشتغلوا ليل نهار اللي جان فيه وراح ينعرض بكره على اللجان المشتركه النسخه الموقعه والمضمون مشروع الكابيتال كنترول الى حد 90% ما تغير عن الـ عن الـ الاقتراحات اللي بحثت قبل بلجان المال الموازنه والاداره والعدل يعني اللي اللي بتتشكل منهم اكثريه النواب والكتل السياسيه طيب بس بناء على بعض المحادثات مع الاي اف صار في تعديلات طفيفه على هذا القانون اللي بكره رح ينطرح على اللجان النيابيه وعلى الهيئه العامه وما في شيء منزل طيب اليوم النواب والكتل السياسية اللي ما راح توافق استاذ وليد استاذ وليد منزل أبداً. اوكي اوكي بننطر بالشق ب... السياسي هيدا الموضوع اوكي بما يتعلق بكوفيد بما يتعلق ايه هيدا الموضوع انا بس بدي اشير الى انه الاسبوع الماضي من بعد ما طبعا مقررات اللجنه الوزاريه المكلفه في متابعه الاجراءات تشكلت وطلعنا بقرارات معينه أه صار معنا شغله كثير مهمه أه بهذا الموضوع بما انه وزاره السياحه هي رح تكون مسؤوله عن كل مشروع هيدا الشهر خاصة بالاعياد نعم اذا في بعض المشاريع بالاماكن السياحية بالفونيوز <applause> عدد الاشخاص المشاركين فيها اكثر من 100 شخص دونك بده ياخذ موافقة مسبقة من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة نعم هون يعني وزارة السياحة عندها مسؤولية كتير كبيرة تجاه المجتمع والإمكانيات كتير قليلة عندنا بوزارة السياحة كيف رح تعمل؟ اللي عملنا اتفقنا مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي نعم مشان نستعين ببعض المتطوعين من تلاميذ الجامعات ورح نعلن عن هالشي جمعة الجاية نعم. وبكمان كلف المتطوعين والضابطه السياحيه عندنا والمفتشين بوزاره السياحه تكاليف التنقلات نعم. طلبنا من اصحاب شركات استيراد النفط الرئيس التجمع استاذ مارون شماس نعم. وقدم لوزاره السياحه هبه عينيه كنايه عن 600 صفيحه بنزين نعم. 12000 ليتر هيدي بتتوزع على كل المتطوعين لحتى يواكبوا الشرطه السياحيه باداء مهمه مهمه وبالتالي يعني 100 ضبط 100 الامور 100. مشان توقف انتشار او تخفف نعم. من الانتشار ب... لكوفيد صح؟, صح, صح؟ وهيك بنكون عم نشارك المجتمع المدني معنا بهذا الموضوع بطريقه كثير حضاريه مشان نعم. نحمي بيئتنا و... وابناء بلدنا شكرا لك وزير السياحه استاذ وليد فياض أهل... وليد نصار اهلا وسهلا فيك دكتور بما انك فصلتي بين العوارض عوارض الجريب وعوارض الكورونا بتنصحي انه الـ الـ يعني الناس تاخذ الفاكسي جريب ممكن تحميها من الجريب ومن الـ ومن كورونا بياثر انا شخصيا مع كل انواع الفاكسين يعني انا بنصح اكيد بالكو... بالفاكسين ضد الكوفيد وبنصح بالفاكسي جريب وهلا صار فيهم ينعملوا اثنيناتهم بنفس النهار يعني أه. إيه بس بكل شيء يعني نعم. في منهم عم يتضايقوا اذا مش مضطرين يعني عم يتضايقوا شوي بالعوارض بينطخوا تو ويكس وبيعملوا كل وحده قبل ما نرجع لدكتور دكتور عيد، ليش هالارتفاع المفاجئ الكبير باعداد كورونا؟ مين السبب؟ السبب الاساسي هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وضع الكمامه وغسل الايادي، بنبلش هيدا هو السبب الاساسي الاكيد العوده التلاميذ للمدارس يعني اذا بنلاحظ من وقت ما رجعوا التلاميذ على المدارس والاعداد عم تتكاثر خصوصا شو دخل خصوصا الاولاد اللي بيكونوا شوي صغار بالعمر اللي ما بيعرفوا يحطوا مزبوط كمامه يعني عم نحكي تحت عمر السبعة 8 سنين بالعكس بيكونوا عم بيلعبوا اكثر بالكمامه اكثر من انه عم بيعرفوا يحطوها صح وهن عم ينقلوا العدوى على البيت ومن هيك عم تنتشر آه وكمان انا ما بسمح لنفسي اسالك اذا اكيد من هالشيء بس هل هالشيء مبني على دراسات انه التلاميذ عم ينقلوا الكوفيد لاهله من المدرسه للبيت هلا كل البراتيك اللي انا عم شوفهم بنبلش اللي عم بدقوا انهم سخنين بتقلي انا من جمعه كانت مثلا بنتي ساخنه وهي بعد جمعه سخنت يعني <صك Dee> عم تنتقل واكيد الدكتور عيد عزار كمان بحب رايه هذا اللي عم نشوفه هلا من الاسباب الثانيه اكيد الحفلات والسهرات والمطاعم يلي مش الكلمة تبعين المعايير الوقائية الصحية يلي وضعتها لجنة كورونا بتلاقي وخصوصا هلا ما بقى في محلات اون اه اه كله هلا صار مسكر يعني الاعداد رح نرجع نشوفها دو بلوز اون بلو بير. كارثيه اكثر اكيد بتوافقها أه مش هيك عم لجنه كورونا اخذت قرار بتطويل بتق... الفرصه؟ بالشقين بي... بس هو قعد شوي كمان الامور من ناحيه الفيروس يعني احنا اليوم على طول بصير اكثرية الحكي عن احنا البيهيفير البشري اه كانه هو سنترال او هو اساسي بمرض كورونا هو له تاثير بس منه الوحيد شقفه كثير من الديناميكيه هي على ماله الفيروس من ناحيه متحوراته هو ومن ناحيه ثانيه اساسيه مناعته يعني طيب. الجاب اللي صار انا ما بدي اقاطعك بس لانه الجمله اللي, اللي قلتها انا ما فهمتها يعني انت اليوم عم تقول انا شو بعمل انا شو في اعمل لحتى أغير الموجه خففها او م. قوية م. انت فيك تعمل يمكن اكثر الظن ك... ك... كناس نحن بدنا نخفف من قوه الموجه نعم فينا نخفف من بدل ما تعمل مثلا البيك تبعها 6000 حاله وفاه فيك تنزلها للنص بس انت ما فيك تخلق موجه او تمنع موجه أه. ك... كتصرفات بشريه لانه الفيروس بيكون عم يعمل يعني هو هلا عم يتحول هو مش عم يحضرنا هلا هو عالم <applause> معقد جدا أوكي. آه هو موجود بين البشر وبين الحيوانات آه كورو... الفيروس الكورونا بحد ذاته عنده هالقدرة يغير جيناته مش هيك الكورونا متحورات نعم. تاني شيء المناعة عليه ما بحياتها مستدامة يعني ما فيك تعمل مناعة طويلة الأمد على فيروس كورونا أهو. يعني مناعتك بتبلش عالية وبتنزل ممكن تلاقي كورونا أو كنت مطعم اللي التفسير الاكثر شيء منطقي هلا للموجه دلتا 2 انه انت اليوم صار عندك فجوه بين اللي تطعمه وخلينا نحكي على المانيا وما نحكيش على لبنان يعني شعب ملتزم اكثر وكان ملقح بنسبه 70% قبل الارتفاع الاخير بحالاته 70 60. ستين اذا ذاكر مضبوط 70 70%, س... 70. 70 دبل دوز او الالمان اوكي ورجعوا عملوا ألف حاله بالنهار التفسير الاكثر انه الكب... اليوم الكبار السن هن اكثر ناس عم بخافوا على حالهم من الكورونا هن اكثر ناس عم بيموتوا. نعم. هودي مع الوقت منعتهم عم تنزل من بعد التطعيم تبعهم. الصغار السن ما عم بيكونوا لهم جلادة يعملوا نفس الالتزامات ونفس طريقة التطعيم بين صغار السن عم يطعموا أقل وبين كبار السن عم يخسروا مناعة صار عندك فجوة بيقدر يستفيد منها الفيروس ليعمل بروتو هاي إذا عم نحكي بس بالفارينت اللي اسمها دلتا هذه الدلتا بحد ذاتها فيها تروح عند حيوانات زي قلت لك جلادة تقرأ كم نوع حيوان بري صار موجود فيه كورونا شيء كثير عجيب وغريب يعني عالم كثير كبير دعم. اللي هو عايش فيه م -م. في غير جيناته هونيك لانه هذا ترانس سبيسيز يعني بنقول من عن يعني نحن بنعمل له بيعمل برمته عنا بيرجع بيروح لعندهم بيرجع بيتغير عندهم بيرجع بيجي لعنا هلا كوفيد 19 تحديدا اذا بتقارنه باثنين كازن تبعه المعروفين اللي هن سارس كوفيد 1 2006 اللي اختفى لوحده نعم بعد كم شهر ولا الميرس كوفي اللي صار بالخليج ب 2013 كمان طفى لوحده هيدا اليوم من بعد سنه ونص او سنتين نحن وياه الكونكلوزيون انه عنده فتنس، فتنس يعني قادر يضل يقدر يتكيف مع المتغيرات المغيرات كلها يعني عمليا ما رح نخلص منه؟ هلا نحن اللي انا اخر شيء يمكن اكثر طريقه قدرت هيك يعني نحن اللي بيفهموا شوية بهذا العالم بيقدر يعطيك كيف فوركاست الطقس يعني بنقدر نعطيك نحن على الجمعتين ثلاثه القادمين بوضوح على الشهر بشهرين بتصير بغبشة وأكثر من شهرين بصير كله تبصير الاحتمالات بالمطلق هني واحد انه يختفي لوحده هذا بتكون ذا بيست نيوز لكلنا سوا اثنين انه يرجع يعمل موجه ايتوليه اقوى من الالفا انا هي ما بتوقعها لانه الحواجز المناعيه اللي صارت يعني اليوم انت صار في كميه مناعه بالمجتمع بتفرق شو سرعته بالقل... بالدلتا بلبنان هي تقريبا 20% من سرعه وقوه انتشاره بالنسبه للالفا، نحن عملنا الالفا بدون ما كنا عم بالمرة فات علينا ضربنا رحلنا 6000 7000 حاله وفاه. فتنا بالدلتا 1 وفياتنا كانت بال700 800 يعني 10% من حجم المرض السابق وسرعه انتشاره وسرعه طلعته ابطات، الشيء الوحيد اللي بيفسرها انه قدرته على البرم صارت اصعب. هلا انا ماني كثير فان من انه على طول نلاقي تفسير اذا آه بدك هيك كورلاسيون هينه ربط. لانه حتى المدرسه ما هو اذا علوا الحالات بالبلد بيعلوا من البيت بيجوا على المدرسه من المدرسه بينقلوا عند واحد ثاني وبتعمل بروتو الخبريه انه المدرسه او المطعم او هذا هذه كمان تبسيط ل معقد نحن نحن اليوم المشكلة معقد بس كبشكه نحن كمواطنين اللي لازم نعمله بسيط يعني ما في علاقه بين قديش كورونا معقد وبين انت اصلا شو لازم تعمل بحياتك ما انت شغلتك هاي اللي كمامه لازم تلقط كورونا لازم انه حرزانة تلقط كورونا اكيد لا لقطته معقول تعمل مرض قوي او تنتهي بوست كورونا سندروم مع, مع مشاكله واخباره شو بدك بوجع الراس ثاني شيء عند ظهور اي عوارض افحص حالك لانه هي الطريقه الوحيده لتعرف حالك اذا انت شو بده يصير فيك وتخفف انك تعدي تعدي حدا حواليك وثالث شغله شالي... هذه آه تريس العالم اللي كانوا حواليك لانه في مسؤوليه لتقول لهم انه انا عادي تكون ورابع شغله هي الفاكسيناسيون واذا بدنا بالفاكسيناسيون اليوم انا اللي بلاقيه في اكزاجيريشن يعني في تضخيم من المالتين من اللي عم يضخموا العوارض الجانبيه تبع الطعم 8.1 مليار جرعه انعطى بالعالم يعني هي اكثر من اول مره بالطب يعني لا. عمل شغله 8.1 مليار مره مع ميديا وعالم كله عم نشوف شو عم بيصير وما لقينا الاولاد عم يخلقوا ثلاثه عيون ولا لقينا قرون ولا لقينا اخبار وعملياً عمليا بالطب الطبيه هي اكبر سيفتي كوهورت معمول يعني اكثر مره كنا كلنا عم نشوف شو عم بيصير و8 مليارات مره لو بتصير مشكل كنا ومن ثاني عم يصير كمان تضخيم لقد ايه عنده فعاليه الفاكسان تبع الكورونا ما في يكون عنده فعاليه دائمه مش يعني يعني هيك عم تطلبوا هي دوز ثالثة ويمكن بعد دوز رابعة فايت فيه كل ما خفت مناعتك بدك تشد حالك بمناعة ثانية أنا مسؤول شخصياً مش بس أنا مش مسؤول عن لجنة كورونا أنا مسؤول عن لجنة اللقاحات تحديداً مش هيك أول ما حطينا الخطة كان رقم واحد من أربعة أشهر لورا إنه نعطي الجرعة الثالثة حتى قبل الأولى للصغار لأنه الثالثة للكبار بالنسبة لي هالقد هالقد بسرعة كانت الثالثة لك... على خمسة شهور نعم الثالثة للكبار هي بالنسبة لي أهم من الأولى قيامات لواحد عمره 20 سنة لأنه حتى لو مطعمين اوف ديزيز حجم المرض اين توجد الضرر الاكبر من كورونا هو عند كبار السن وهذه حتى لو مطعمين لازم نرجع نحميهم وهذه لازم على طول نعمل كل اللي حكينا عليه لنضلنا حاميين ونقدر نقطع معهم الموجه اللي فايتين فيها. بايه او لا بيمشي نعم. السؤال حسب بيمشي الجواب حسب السؤال اذا فات اوميكرون على البلد نحن اليوم مجهزين قادرين إن، قادرين نحاربه نحن اذا زادوا الحالات جهاز طبي جهاز استشفائي تطعيم بالنسبه لي الجهاز الطبي موجود بعده المستشفيات موجوده العنايه موجوده علاش كورونا منه؟, منه 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 عرفت كيف لانه نقيب الاطباء عم بيقول فالت الملا واذا كفينا هيك رايحين على نحن على, على انهيار القطاع الطبي نحن اول شيء القطاع الصحي منهار هذا غير اول خبري بس بي بالمقومات المطلوبه لكورونا <applause> عنا اياها بعدها موجوده المشكل اللي بلاقيه اكبر شيء هو الفاتوره الطبيه <applause> نحن عملت اليوم هذيك النهار هيك شغله صغيره نحن معدل الفاتوره المريض كورونا بمستشفى روم بيش بالألفه على 600 مريض كان مليونين ليره بالنهار يعني كانت كلفك مليونين ليره كان دولار ب9000 نعم <applause> اليوم اذا بدك تفوت الدولار ب25000 فيك بسهوله تقدر إذا بده يكون كلفه نهار وهذا النهار ببروتوكول كيف بيقولوا مدروس ما فيه اكزاجريشن ما فيه زياده علاجات ما ما فيه ادويه غاليه بقى المشكله اليوم انا بالنسبه لي بهالنقطه هي سعر الصرف اذا بتقدر وهي بدنا خطه تكون موجوده امن مصاري ولازم تكون موجوده لانه حتى لو توقعنا وحتى لو شخصنا على بكير ولو طعمنا رح يضل في ناس حظهم عاطل ورح يفوتوا على المستشفى هذا اهم شيء غير انه المستشفيات موجوده بدك تامن تمويل لفوطو على المستشفى. طيب. آه بعد البريك رح نحكي ما رح نستغيبك رح ناخذ وقتك آه بالنسبه للعلاجات قد ايه ممكن الفاكسان يفيد من بعد ثالث دوز كيف ممكن الناس تنصاب واذا فعلا صار في دواء جديد للكورونا بريك ونعود للمتابعه. نتابع هذا الحوار فيما يتعلق بكوفيد مع دكتور عيد عسار ودكتورة تانيا لطفي عندي كم سؤال سريع لحضرتك بمجرد ما يكون عندي عوارض لازم أعمل بي سي آر بيراجع الطبيب مثل ما قلت من شوي بيراجع الطبيب والطبيب بيقول لهم اذا لازم يعملوا بي سي ار ولا لا طيب بما انك ذكرتي موضوع المدارس الاولاد يلي عم يصابوا بهالفيروس بي بي عم بيعانوا عم ينزعجوا ايه في ولا ما عم بيحسوا في ولاد عم بتضايق كثير في أولاد عم بتضايق كثير وعم يعملوا حراره كذا يوم و... والعلاج معلش بعرف هذا الموضوع للدكتور عيد عزار بس العلاج هو ذاته مثل ما بيحكوا لا ايه ايه اي يعني سمبتوماتيك يعني هو العلاج حسب شو عندهم عواغيد سمبتوم حسب السمبتوم ينعطى طيب في تلاميذ اتطعمت هل التلاميذ اللي طعموا فوق يعني 12 سنه فوق 12 سنه اللي صحيح طعموا صحيح يلي اخذوا دوزين نعم اجاكي كيات ناس اخذوا اثنين دوز تلاميذ اخذوا اثنين دوز واصيبوا اولاد بعد ما شفت كبار شفت لانه الاولاد هلا بلشوا يتطعموا لهم شهر، انا بعد ما شفت حالات اولاد طعموا ولقطوا، بس كبار شفت عدد كبير لا انه طعموا ولقطوا. <applause> طيب، بالنسبة للكبار نعم. اللي بيكون مطعم اثنين دوز نعم وكمان عامل كورونا نعم عم يرجع يلقط؟ نعم، انا عندي حالتين هلا، حدا عامل كوفيد واثنين فاكسين ولقط هلا كوفيد، عاملين فاكسين عند حدا لا عامل أسترازينيكا وعندي حدا فايزر. أه بدي هون بس وضح شغله اللي عم بيعمل فاكسان مش يعني ما رح يلقط الكورونا مم. بس نسبه الوفيات ونسبه العوارض رح تكون اخف اه هيدا المهم فاذا نسبه الوفيات اهم والعوارض بتكون اخف والعوارض بتكون اخف نعم مم. طيب أه اكيد اللي اخذوا ثلاثه دوز بعد ما لحقت تشوفي اذا مم. ممكن حدا اخذ ثلاث عندي عندي حدا من تسعة ايام عمل تخوازيام دوز ولقط كوفيد وهو بالصدفة عرف حاله أنه لقط كوفيد لأنه كان في أو كونتاكت مع ناس بس هيدا الشخص كبير بالعمر وعنده كتير مشاكل ميتابوليك سيندروم عنده كتير مشاكل بصحته من ضغط لسكر إلى ولا أي عوارض عنده بس لأن كان في أو كونتاكت مع حدا نعمل التست تسعة أيام كان له من بعد تخوازيام دوز بس هذا ما عمل بوست للمناعه تبعه ورجع لقط من مثل ما كنا عم نحكي انه في ناس عملوا كوفيد وفاكسان ولقطوا طيب يلي لقطوا دكتور واللي نعم. عاملين كورونا وفاكسان قد نعم. يعني قد ايه لهم عاملين الفاكسان وقد ايه لهم لقطين اللي كورونا لقطوا اللي لقطوا هلا مره ثانيه كوفيد وعاملين فاكسان كانوا من جانفي هذيك السنه يعني تقريبا تقريبا 11 شهر. شوي مزبوط قال شوي من السنه اها طيب حكيم اليوم او او من كم يوم عم بسمع سي او تبع فايزر عم يحكي عن احتمال تعديل الدوز الثالثه من فايزر تتكون يعني متناسبه اكثر للمتحور الجديد او تتقاوم اكثر شو شو طبيعه الكلام؟ هذا اول شيء اكيد هلا بهيك جواب سريع اجى منه هذا شقفه منا إلى جواب إلى سببين انه هو تقنيا قادر يغير الفاكسان نعم هذا اللي ربحناه بالام ار اي هلا بطلنا عم نحكي عنها تذكر اول ما طلعوا الفاكسين إيه. كان موضوع الام ار ان اي الام ار ان اي اتس ا كود يعني انت ما بعطيك انا بروتين من الفيروس بعطيك كود للبروتين سو اهون شيء بالإنجينيرنج تبعها في غير اللي بده اياه سو تقنيا بيقدر يعملها هيدي ما في جدل فيها هلا ثاني شقفه هي شويه ماركتينج انه اكيد العالم اذا سمعت هلا اللي عم تسمع لا, لا كنا عم نسمعه انه مصاب ب انه طعمت ولقط ما لانه في كمان مثل ما حكيت تضخيم للفعاليه شركه مثل فايزر اول شيء بتطمنون انه ليك نحن فينا نطلع لك بعد موديل رقم اثنين وثلاثه واربعه وخمسه كله لانه ما حدا تقريبا بهالسيستم كله عم نحكي راسيونال عم بحكي بيعطي جواب ضمن عقلانيه معينه يعني. العقلانيه تبع كوفيد وما بدها ولا اي انواع الاستغراب انت ما فيك تعمل اميونيتي ستيريليزانت ما بتقدر تعمل مناعه تقضي على حظوظك انك تكون حامل ناقل او مصاب بالفيروس اللي بيعملوا الطعم من الدول القليله اللي بين فيها بشكل حلو شو بيعملوا الطعم هي لبنان نحن بتطلع على الكورب تبعنا الفا اجت على نون فاكسينيتد اجت بزمن ما في ولا طعم خلصت الالفا بشهر اربعه كنا كن نحن بلشنا نطعم بشهر ثلاثة قشطة دلتا بشهر ستة بتطلع بتلاقي عدد الإصابات والوفيات شو ما أخذت بدلتا هو 10 ل 15% من الألفا أها سو so هي بتخفف لك أوف ديزيز بتخفف لك حجم المرض، حجم المرض في يكون بدل ما يكون هالقد بصير بهالقد بس داخل هيدا رح تضلك تشوف ناس صغار بيموتوا، رح تضلك تشوف ناس كبار أكثر أكيد بيموتوا، رح تضلك تشوف بيناتهم ناس مطعمين اتس اتس ا يعني صارت جنون طيب حدا يقول لك انه في خطه تطعيميه بتلغي بتلغي حل بتنزل المرض لصفر هي يعني ما راح تصير طيب في ناس كان عندها خوف وتحديدا من استرازينيكا او من بعض لقاحات اخرى بعد التجربه هل تبين انه يلي ممكن يرجعوا ينصابوا ممكن يرجعوا ينصابوا شو ما كانوا اخذين نوع أه، اليوم كلهم ما عدا يمكن الصيني اللي من الاساس يمكن يعني. تق... ايه كل اللي الهنك... او اذا بدك عبر التقنيات لما نفوت بالاسامي تبعهم التقنيه الكلاسيكيه اللي هي في بيانات الصيني هذه فعاليتها يمكن اقل شوي التقنيات اللي هي قايمه على ادينوفايروس بيز اللي هي استرازينيكا جونسون هودي آه سبوتنيك والام ار ان اي اللي هن فايزر هاودي اليوم تطلع على فعاليتهم وبنرجع كمان ما بدناش نرجع نذكر الناس انه اليوم اول ما بلشوا نزلوا الفاكسان كانوا الناس يتقاتلوا بدل الفاكسان بيعمل 93% فعاليه مم. مش اللي بيعمل 91% كان الفرق بين موديرنا وفايزر اذا ذاكر وقتها اول ما الدراسات نعم ما بيرجعوا لما بيطلعوا هالارقام هو بينعملوا بوضع وبائي معين، انعملوا بنهاية الموجة الصينية بأمريكا تحديدا بجولاي 2020 نعم كانت الأرقام عم تنزل من الدراسة لما بتعمل أنت أي انترفنشن بالفاكسين بوضع وباء تكون المرض فيه نازل بتطلع فعاليتك أقوى لما هن زيتون نقلون بمحل كانت طالع بالموجة صرت عم تشوف فعالية بالخمسين بالمية سو على على الإصابة وفعالية الشيء الوحيد المنيح اللي طلع إيجابي بالفاكسين لحديث هلا في تحكي عليه كبير بالعمر إذا أنت كبير بالعمر ومطعم خطر الموت عندك وخطر الفوت المستشفى اقل بس ما بيمنع برجع بعيد 10 مرات لانه عندي مرضى مطعمين وفيت وما يفهموا انه ليه مطعم وفات وفي توفيات حتى بهذه المجموعه انه هيدا ريسك ريدكشن هيدا ميتيجيشن اوف ريسك يعني نحن بنقدر ننزل الخطر ولكن لا يمكننا الغاء الخطر سو so الفاكسين اليوم بدك تحطه بضمن خططك العلاجيه بدنا ما نقدر نلاقي طريقه نبيخه يعني بطل فاكسين مثل انه عم تعمل براين بايوبسي مش عم تعمل انت شيء فوق الطبيعه اكيد العوارض الجانبيه تضخيمها صار واضح نرجع مثل ما قلت 8 مليارات مره كم مره بدك تعملها قبل ما تقول خلص نعم ومن ثاني ما بدنا نكون من الناس اللي ماشيين كل النهار بيقولوا خلص الفاكسين هو راح رح يحلها نعم. اليوم الفاكسين شغله ضرورية إيج... ضروري اساسيه ما نعرف شو شو فعاليتها بس هذه بتنضاف على سلسلة كاملة من الإجراءات أول شيء الثقافة تبعك بدها تفوتها أنت بدك تفوت على ثقافتك إنه ما توصل لمحل تفوتوا لعليك للفيروس بده يكون عندك سيركل أوف بيبل بتعطى معهم أكثريتهم أنت واثق منهم إنهم بياخذوا حمايتهم ومطعمين وتوع التشخيص المبكر والتطعيم فاضي بتعملهم ساعتها بتعيش احسن حياه ممكنه في ظل كورونا وبالتالي كل اللي اخذوا اثنين اه دوز هن مدعوين الى انهم ياخذوا الدوز الثالث هذه نحن كمان نحن بلشنا شوي طلعنا اول شيء فيها كانت امريكا عم تعطي على ال 65 نحن باللجنه اعطينا ال 60 وصار في حدا قال كيف عم تعطي قبل امريكا رجعت امريكا هلا اعطيت لكل الناس اكيد البريوريتي على طول هن للكبار بس مبدا البوستنج مبدا انه لانه الفعاليه اكثر الظن على الست اشهر بتضعف ايا تكن عمرك أهو. انت بحاجه لدفشه لإله لا. بس اذا عندك اثنان بدك تعطيهم بدك توازي بيناتهم عندك فاكسان واحد افضليه وعندك واحد كبير وواحد صغير اكيد بتنقي الكبير قبل الصغير ولما عم تحكي عن ثالث دوز هي مفترض تعطي يعني اضافه مناعه ست اشهر لقدام بالمبدا بس ما بنعرف هذه ضمن الاشياء اللي برجع قلت لك انه نحن الفوركاست هو اللي ما لازم يكون كثير طويل الجرعة الرابعة رح تصير إذا بقت كورونا أكثر ظن رح تصير هل رح نضطر نغيرها؟ هذا ما ننطر لنشوف أوميكرون شو بده يعمل ولا عم يجيني سؤالات عن هذا الموضوع ببداية الحلقة أنت قلت إنه لحد هلا نحن ما بنقدر نعرف بلبنان إذا في أوميكرون ولا لا بدنا ننطر فترة لا تقل عن ثلاث أسابيع لنقدر نعرف مزبوط لأنه هو حيالله متحور بتلاقيه وإذا فات لعندك خلال الفترة هاي ضمن كمان ديناميكيات الفيروسات لأنه هن بحد ذاتهم بطريقة غريبة يعني السؤال اللي يمكن حدا يسأله ليه ما بقي الألفا مع الدلتا؟ مم. أنه لا كيف شو اللي اختفى الألفا؟ وبين الدلتا. الدلتا اللي ضمن دي ديناميكيات الفيروسية المعقدة أنه واحد مش حد الثاني ما في محل كان فيه ثلاث انواع فارينت ماشيين مع بعضه مهم. نحن الدوميننت فارينت هلا الموجوده بعد الـ الـ الموديل الاساسي الموجود باليوم بلبنان هو دلتا السؤال دلتا. هو هل رح يجي اوميكرون يشحطوا للدلتا ويقعد بداله ما فينا نجاوب هلا هيدا جوابه فاوتشي لما قال له نعطوني ثلاث اربع اسابيع انا استخدمت نفس الدال الرقم تبعه لانه ما بتقدر غير تبصير لانه قال لك انه هذا رح يجي ورح يكون لانه صار اكزامبلات بالعالم آه. الهندي وصل لعنا وفات بينما جنوب افريقيا واحد ما وصل وما عمل شيء طيب دكتور نحن إ... بعد لهلا كمان ما لقينا عوارض شوي مختلفه تتخلينا نقول انه بركي إجا الاوميكون يعني بعدنا العوارض هي ذاتها يلي قلنا شهر عم نشوفها عند الاغلبيه من الناس في عوارض تختلف بالكوفيد 19 عن الدلتا يعني هي الدلتا ابر respiratory انفكشن يعني اجمالا آه. العوارض يعني رشح وجع زلعيم يعني هاي الاكثر لك عم نشوفها هلا الحالات اللي قبل بالكوفيد العادي لون كانت شو كانت؟ كان شو كان اكثر شيء على الغواية تكون هلا من فوق يعني ابر بنسميها يعني زلعيم الدلتا اذا آه لا <applause> هيديك كمان كمان في كثير كان نسبه وفيات والدلتا كمان يعني حسب هلا عم نلاقي كان الوفيات اقل بعدنا عم نرجع نقول عند اللي عاملين طعم عم نسبة الوفيات عايز. لازم يعمل بي سي ار آه هيك صرنا هلا اكيد اذا تكررت الساعه لقدام واحد يعني اكيد يقول له منيح في <applause> هو يمكن تيست ثاني لم يتم استعماله بلبنان بكميه مرتبه مع حتى جربنا نحطه بالمدارس شو <applause> هو؟ يعني في تيست ثاني هو الرابيد انتيجين تيست التيست السريع تبع الانتيجين هلا أنا, انا يعني اكيوريت؟ ريزنبلي يعني اتس يعني فعال اكيد اخف من الـ من البي سي ار مم. بس عند الشخص اللي عنده عوارض فعاليته مبين. فعاليته جيده اوكي هلا يمكن شوي اقل من الدكتوره بموضوع امور انه قديش مفصل بقلب العوارض كمان الجلاده لانه بينا بالاخر انه اهون لك اذا بدك تعمل سيستم صحي اهون لك تروح على التستنج يعني اذا حدا قال لك يا زلمه يا عم اهون لك على السريع بي سي اه بحط فينا حط بالزاويه هون ستيشن انتيجين تيست 10 دقائق بكون طالع ريزيلتات اذا قعدت uh. انت وحدا انتيجين تيست نيجاتيف التشانس انه ينقل لك كورونا بتصير بال 0.00 سو اذا قاعد انت وياه uh, so, mm -hmm. ومفرجيك هو تيست نيجاتيف هذا كيف يمكن شوي قبل لما نحكي الاتش اي في تيست كيف غير الاتش اي في كيف غير العلاقات الجنسيه يعني صار في ناس عنده على علاقات جنسيه بقول لك انا شو بركي اتش اي في تيست نيجاتيف سو so اليوم نحن واصلين لمحل منتلي بعلاقتنا بي بين بعضنا بدها في في مطرح انه خيبك تعديني يعني لا ما بدي بليز شو التست طريقه من الحكم طرق الحكم بهالطريقه هي الانتيجين تيست اللي بعد نحن بلبنان ما كثير فوتناه بالروتين تبعنا طيب بس بعتذر كمان كمان اللي عم بيقوله الدكتور عزا كثير مهم لانه في كثير ناس بيعملوا بيروحوا على الانتيجين رابيد الانتيجين رابيد مثل ما قال دكتور طيب يلي, يلي معروف بالرابيد تيست يلي عنده اي رابيد تا... يلي عنده مش بي سي ار تيست رابيد في بي سي ار رابيد تيست بس عم نحكي الانتيجين رابيد الانتيجين رابيد لازم يكون في عنده عوارض وخصوصا رشح وهيك لا يبين في ممكن يبين نيجاتيف بي سي ار تطلع بوزيتيف فاذا شخص ما عنده عوارض كان بس او كونتاكت مع اللي حواليه اكيد بيلجا للبي سي ار طيب يلي اخذ مثلا اثنين دوز فايزر نعم البوست اللي بده يعمل بتل بيعملوا بثالث دوز بتفضلوا انه يكون فايزر او مش ما سمي يعني اذا كان اثنين دوز من نوع معين الثالث يفترض انه يكون من... او يستحسن يكون من نوع اخر ولا يكفي بالنوع اللي اللي بلش فيه اذا بالمساج اللي عم يوصل في ناس حاطين لك انه في فايزر فيك تروح على الاسترازينيكا يعني بقولوا لك بالمساج اللي عم يوصل للناس انه في الجرعه الثالثه وصلت لكم بتحبوا تنقلوا على الاسترازينيكا اذا عاملين فايزر فيكم <applause> ميكسينج ميكسينج اول شيء بلش بل عند الانجليز الانجليز لانه الاسترازينيكا شركه نص انجليزيه واشتروا فايزر من اول الدول وخلطوا بالامريكان كانوا بالاول انه لا خلينا نشتغل على موديل واحد نعم. وفي كذا دوله خلطت سي دي سي بعد ما رجعوا طلعوا بالارقام نعم. لقوا انه الميكسينج از ا برنسبل وعملوا له ابروفل انه يمكن تخلط اي نوع فيروس اي نوع فاكسين ابروفد مع اي نوع نعم. يعني اذا اخذ فايزر فيك تزيدوا استرا اذا اخذ جونسون فيك تزيد بورا فايزر وما شكل هلا هيدا منه منه بريفيرد اوبشن، يعني هذا ما بقول لك احسن انك تكمل على الموجود، م -م. كل شيء بقول لك انه لانه ما بنعرف هودي على القليله از ايكول، يعني بيبسي وكوكاكولا كولا، بس ما في بيناتهم واحد اوضح انه اقوى بكثير. آه نظريه الميكسينج انه اذا اذا بما انه هداك رح يهيج هي لك نوع معين من مناعتك، خلينا نشوف اذا الثاني بفوت على ميله ثانيه وبيكونوا موضوع مناعتين عم يزيدوا على بعض طيب بس بالنتيجه لالي انا إيه؟ كيف كنا نقول بالاول تيك اني فاكسين اليوم بالبوستر اي فاكسين اليوم بالبوستر. بالبوستر اذا وقتها تقدر يوصل دورك تاخذ البوستر تيك طيب آه، كمان في سؤال انه في في شخص عم بيقول اذا مريض كبير بالسن اصيب بكورونا بعد ست اشهر من الجرعه الثانيه اي من شهرين اي من شهرين اي متى بيقدر الحصول على الجرعه الثالثه؟ اني تايم اني تايم باي وقت اللي كان يعني طيب, طيب دكتور الاشخاص يلي عم ياخذوا اللي اخذين اثنين دوز من فاكسين اللي هو مثلا سبوتنيك ما فيهم يسافروا مضطرين ياخذوا اعطيناهم بلبنان هلا كلهم فايزر فايزر كلهم اعطيناهم فايزر هذا لسبب لو وصلنا على هالمشكلة ضلت تتكرر بيطلعوا ألف واحد اخذوا سبوتنيك وبروجرام ما راح يكمل بلبنان وكيف بيقولوا فتوى لنحل المشكل أه. بما انه كلهم صاروا تقريبا ديو انه ياخذوا بوستر كل اللي اخذوا سبوتنيك بلبنان اليوم اجاهم وحده دوز فايزر لصحته هلا اذا بدهم يعملوا الرابعه هون السؤال على طول بيجي اذا بدي سافر يعني عملت اثنين سبوتنيك وحده لصحتك بوستر وحده رابعه اذا بدك تسافر كرمال اي شيء يخصه بالشغل برا، هون قرار بياخده المواطن يعني بيقدر هو ياخذ قرار اذا يعمل في له اثنين ما في له لواحد خود وحده رابعه هيك الطب بيقول بس اذا قال لي انا عندي شغل بقطر وما راح ياخذوني الا بعمل رابعه وبصير بلا اكل لانه بقول له انا اخي خذها، صار في كثير عالم اخذوها حتى لو صرت اثنين باثنين بس هون السبب صرت سوشيال اجتماعي بس لنشرح دا الموضوع معقد من ناحيه نحن شو بنعطيهم ريكومنديشن صحيا هن اثنين سبوتنيك عم يطلع له وحده فايزر هلا كمان صحته اذا في سبب عن جد فوق الطبيعه لحتى يقدر يظبط شغل برات لبنان او ده سفره ضروريه في ناس عم يضطروا ياخذوا رابع وحده دكتور اذا في شخص آه مطعم الطعمين وعامل كورونا واصيب انا اذا قاعد حده او قريب منه بيعديني يعني قديش عنده إمكانية هالتنين فاكسين مع كورونا أنهم يقتلوا كميات من الفيروس جوا قبل ما هالشخص يقدر يعديني الشخص يلي عنده عوارض أكيد بيعدي يعني هلا انا من هيك نحن على طول بنحكي بالتباعد الاجتماعي، كيف نحن هلا قاعدين هون احلى قاعده هذا معمول استوديو يعني يعني قديش حاسه هالشي 3 متر اي <و تصفيق> يعني ما فيي انا مثلا كون في ناس بتكون كتير كلوز ما بيلقطوا وفي ناس بتكون يمكن بيقولوا لك اقل من متر ونص حكيوا شوي مع بعضهم عندك البارتيكول الصاليف لا ما في طول ما في عوارض اكيد ما فيك تقعد مع شخص مصاب بالكورونا طيب واذا شخص هو عامل كورونا ومطعم واختلط بشخص عنده ما بعرف اذا اوميكرون اوكي كمان بي عنده استعداد انه يلقط كورونا ما هو الاوميكرون هو كورونا أوكي. يعني ممكن يلقط كل شخص ممكن يلقط. <applause> <applause> طيب بما انك اه قبل ما نرجع على دكتور عيد، بما انك قلتي انه بتهتمي بالاشخاص بمرحله بوست كوفيد، ما نعم. بعد الكوفيد. نعم اه العوارض يلي الناس عم بتصادفها شو هي؟ هلا بدنا نقول عند الصغار اجمالا مش اكثر من 4% عم نشوف، عند الكبار تقريبا عم توصل ل 25% عم يعملوا عوارض شو هي؟ ما بعد الكوفيد. كل شيء، كل شيء فيك تشوف، يعني هلا ممكن تكون هي شغلة اكزاجيرا في اكزاجيراسيون فيها بس شو اللي نحن عم نسمعه نعم. منبلش طنين بالدينان ممكن وجع راس وجع عضل بالجسم انحطاط بيرت دو دو جو دو يعني خساره الذوق والشم بال... حاسه الذوق حاسه الشم مزبوط هلا كليا ال... في منهم كليا، في م. منهم بتاخذ كتير وقت ترجع يعني ست اشهر واكثر. أه العوارض اللي النفس يلي عندهم اياها هيدي اللي, هي اللي اكثر شيء انا بشوفها وجع الصدر، وجع الظهر، وجع الجسم وضيقه النفس، يعني اذا بيعملوا حيلا اكتيفيتي صغيره أه بيتعبوا نعم، هلا هون اكيد انا ولا مره بيجي شخص لعندي بيقول لي انه انا عندي هول عوارض وبهين الامور على طول بدي اعمل كل وجباتي كطبيبه يعني بدي اطلب له كل شيء في فحوصات لازمه ومن بعد ما اشوف كل شيء نورمال عنده وهيك بطمنه واذا لا بين عندي شيء مثلا مشكله بغوايا بحوله مشكله بعضله القلب بحوله حسب كل واحد شو مبين دكتور عيد شو قصه الدواء يعني الحبوب يلي ممكن فايزر تبلش تطلقهم قريبا لعلاج كورونا هي مارك بلشت قبل فايزر بس انه اثنيناتهم عندهم بالبايب وروش عم يشتغلوا هيدي انا برايي تاخرت يعني اليوم اول ما بلش الكوفيد واحدة من الغلطات التاريخيه اللي صارت ما كثير كمان حكى عنها انه اه تقرا كورونا مثل فيروس الانفلونزا انه خلي يفوت علينا بنعالج بس المصابين وهذا نيويورك وميلانو بتذكر السيناريوهات كانت الفكره انه ما ضروري نشخص بكير وما ضروري نلاقي دواء لنقدر نوقف انتشار كورونا عند بداية الإصابة نعم طلع أكيد وقت قصة الكلوروكوين وجدل عليها نعم. بس أنه على القليل لما كنا عم نحكي بالكلوروكوين كنا عم نحكي بموليكيول ممكن تقدر تخفف قدرة الفيروس على الانتقال يمكن مش أحسن موليكيول ما تستعملها بس ما صار انفستمنت جدي لا نقدر نلاقي دواء بيزيد علينا قلنا اول شيء ما تجرب ما تلقطه، ثاني شيء تشخص على بكير، ثاني شيء تاخذ دواء بثلاث ايام من بعد بدايه العوارض لانه هي المرحله الوحيده اللي بتقدر تشتغل فيها بالانتي كل شيء مضاد فيروسي بدك تبلش فيه كثير بكير نعم لحتى تقدر توصل على نتيجه اذا صار حتى في دواء اليوم جديد ما هو حتى ميرك لما بلشت فيه اول دراسه عملوه عملوه عند اللي عنده سبعة ايام مطلوع طلع ما بينفع، نعم. رجعوا جربوه على ثلاث ايام طلع عنده عنده منفعه منفعة معينة ورجع كمان فايزر نزل وراه اليوم نظريا هذا مثل ما مبين اول فوج من هول الادوية انه عنده فعاليه وهذا اكيد بتزيده ضمن حساباتك. عنده فعاليه لحتى يوقف ولا حتى يخفف عوارض بالطريقه اللي بتحسبها هي اما شيكو عندك امباكت اون مورتاليتي يعني تقدر تاثر على الوفيات سو so قدر اثر عند الوفيات خاصه عند الجروب اللي هو على خطر هن كبار السن. سو من الاشياء اللي ياو هن هلا الموجودين ياو رح يجوا وراهم رح تكون من الاشياء اللي لازم نستعملها للتعايش مع كورونا طيب اذا نوجد هيدا الدواء نحن كلبنان قادرين نجيبه نحن عندنا قصه بلبنان خاصه فيها نحن باي تصنيف بالاسعار نحن اذا 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 بعد الدولار الرسمي ب 1500 ليره انت مصنف هاي انكم كونتري وهذا الهاي انكم او ميدل هاي انكم كونتري بتحطك على طول بكاتيجوري انه اسعار الادويه عندك كثير غالي مم. بتصور هو سعره بده ينزل بامريكا ب 700 دولار او شيء هيك شيء كثير كيف؟ إيه الـ 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 يعني الـ بدك تبيع شقفه ارض فيك تشتري حبه الدواء هلا اكيد ما حينزل بالسعر بلبنان بس انه كان هيدا الفكره اذا مم. صرت انت من اللو انكم يعني صرت تستحق من الجينيريك يعني مم. في دول ما اعتبرت بالعالم انه ما عندها ريسورسز انف ممكن تستفيد من الجداريك تبعه يعني قد بيكون حقه؟ هو بصير كثير رخيص لانه هون صرت عم تقارن المدخول اللي هن بالدول الفقيره مثلنا يعني مه. سو هلا ما يعني عندي بدنا أنا. مش. بدنا نصلي يعتبرونا دول فقيره هذا ضمن قرار بشوف بملف الدواء هذا وين بده يحطونا لانه هذا ضمن ال... ضمن ال... شو بيقولوا الكباش بملف الدواء بين مين ومين؟ بين كيف مستقبل لبنان وين رايح بالملف؟ لانه هذا اذا رايح انت على ملف صرت باللو انكم الشركات العالمية الموجودة بلبنان كلها بتفل بتصير من الدول اللي عم تشتغل كلها على الجينيريك سو so انت من مالي يمكن ما كتير من منيحه لك ومن ثاني مال مانك قادر تكمل بستاندرز انت عندك اياه هون اذا كل ما بدك تجيب دواء بدك تنزل تصف ب شو بعرف بالسنترال بانك تشوف تشحت اذا بيدعمك اياه ولا لا بس, بس بكل الاحوال اذا الدواء مش اخف من الفاتوره الاستشفائيه ايه بس هذا بنرجع بنقول هذا باكيد من الاشياء ما فيك تحلها بالقطعه لانه هذا ملف كان لازم من سنتين لهلا حدا ياخذ قرار ما هو مستقبل لبنان بملف الدواء نحنا نحن باي باي كاتيجوري رايحين واكيد ملف دواء كورونا بيلحقوا هلا هو اهم شيء لازم يكون عندك اليوم يمكن لا لانه انت اليوم بالموجود بلبنان بالموجود حتى ما حتى نعقدها بالموجود قادرين حتى نستوعب موجه اذا قدرنا حلينا الفاتوره الاستشفائيه تبع المرضى اللي هلا عم ينحكى انه البنك الدولي رح يساعد وزاره فواتير وزاره الصحه اذا قدرنا امننا هيدي اقله اقله بنقدر نوعد انه بنقدر نتحمل موجه تقريبا نص او ثلث موجه الالف اللي علينا طيب سؤالين وسريعين بترجيك لانه انتهى الوقت نحن من بعد تجربه الكوفيد والدلتا قادرين نتعامل مع اوميكرون يعني بي 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 بشكل جدي ما نوقع بتخبيصات الماضي ما هي ما ما حدا في ضمانها بلبنان و والناس كمان بينوا بالك انه في ناس بطل عندها نفس الشغف او الحماس اللي كان عندنا اياه اول ما بلش وما بعرف كيف رح يكون الالتزام بالمستقبل اخر نقطه آه تحديد العطله بثلاث اسابيع تقريبا هو عمل كان ضروري ولا احترازي؟ هذه اخذته برجع بقول لك لجهة كورونا لجنه اللقاحات بس اتخذ القرار بمحل لانه المدارس اللي كان عندها بروجرام محي مهياله صار له ثلاث اشهر هذا انا اشتغلته مهم. يعني كانت حي الله ولد عمره بين 12 و 18 بيقدر ياخذ الفاكسين ب 48 ساعه مهم. كان في حملات على المدارس منصات للمدارس لم تنتج اكثر من 45% نسبه تلقيح بالفئات العمريه 12 ل 18 وهي قليله هي قليله وما صارت تشامبيونينج الكبير هلا في فرصه انه ي... ي... هلا اذا اخذوا هذه الفرصه الاكسترا شوي صغيره ليستفيدوا لي منا يتعلموا يعملوا انتيجين تيست ويلاقوا بتكون شغله مفيده اذا كفينا بهذا العدد من الاصابات ممكن تطلب اقفال الحدود او اقفال مدارس او انا شخصيا ما بطلب شيء مش انت بتتمنى يعني أو لا لا أو انا عم بقول لك ضمن انا اللي شايفه انه صارت هيدي الطرق او ديتد قطع عليها التاريخ اليوم ما بدك دا تضلك فاتح وخاصه اذا فاتح المدارس يعني اخر شيء معقول تسكروا ببلد هي المدارس <applause> ولازم على طول تعمل بلان تضلك متعايش مع كورونا ما تاخذ طريقة التسكير لانه حتى نيوزيلندا اللي كانت الدوله الاولى بالعالم بموت اللوك داون اخذت قرار من شهر انه خلص نو مور لوك داون دكتور اخر نقطه الوقايه في ناس بتسالني سبيرتو كافي يعني تنظيف الاغراض الاكل الاغراض اللي بيفوتوا على البيت ترشرش عادي في شيء استثنائي لازم ينعمل ولا بنبقى بذات البروتوكول هلا هو انظف شيء على طول المي والصابون ده. يعني اذا واحد عنده اكس يغسل ايديه بالصابون انظف شيء اذا كان بمحل منه قدران يغسل ايديه بالصابون والمي في يلجا للالكول 70% م -م. مش ال95 هلا بخصوص لغات حضرتك عم تقول يلي يعني بيوصلوا على البيت واحد ما يروح على يعني يكون على هوس بالشغله يعني بس انه دوبي توجور يعني واحد بفضل انه تكون مثلا يعقم الخضره قبل لانه هي ما وافت على فيروس كوفيد يعني عندك حيالة بكتيريا ممكن تكون موجودة بالخضرة والفواكه يعني من هيك أفضل أنه ينحط أنا شخصيا بالخل والمي وهيك نعم رح أنهي لأنه أنه في إشياء عم توصلي أدوية كورونا بعدها متاحة وبعده سعرها مدعوم أدوية كورونا اللي هي أبروفت اللي مم. هي هلأ تستعمل هي كورتيزون ودواء سيلان وأكسجين ثلاثتهم منهم كتير غاليين يعني الريمدي سيفير ما عادش دبليو اتش قالت لما تستعملوه سو ما في حدا لازم يدفع حقه بضل في دواء اسمه اكتامرا يمكن شوي هو الوحيد هلا شوي غالي عم تدرسوا له وضعه؟ لا ما عم له 1700 1800 هذا عم يجمعوا شيء بيجيبوا من تركيا صار شيء بيجيبوا آه. على عليه شورتج عالمي كمان بس هذا الدواء الوحيد اللي فيه مشكله بسعره كل شيء باقي ضمن ستاندرد علاج كورونا لانه يعني في عالم بتحكم مباراه ستاندرد هذا ما عم بحكي عنه دا. انواع الادويه منا غالي اكثر شيء هي تلاقي التخت بمستشفى وكلفه استخدام التخت خاصه اذا تخت عنايه شكرا لك دكتور عيد عزار دكتوره تانيا لطفي اهلا وسهلا فيك مشاهدينا الحلقه انتهت لقاء يتجدد الاحد مقبل اذا الله بريد تصبحوا على خير